مساء الخير يا جماعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير دكتور. أهلا دكتور خالد، مساء النور. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا فيكم طبعا في اللي هو الكراش كورس الخاص في برنامج الديتا ساينس. أنا معاكم دكتور خالد ربايعة، وأنا موجود هون على أساس نكمل في موضوع الكراش كورس اللي بدأوا معاكم الأخ حسام قبل عدة أيام. لو سمحت يا دكتور بس الصوت هيك شوية واطي. صوت واطي؟ صحيح. الآن منيح؟ واضح واضح دكتور. أوكي تمام. هاي أنا عندي عدد كبير في علاء، شايف محمد ودعاء وجهاد حنين ولاء حسام، هاي كمان الأخ حسام معانا، ربيع تيماء، أهلا وسهلا فيكم جميعا. مساء الخير يا دكتور. أهلين أهلين حسام، بتمنى إنه يعني يكون السيشن مفيد إلكم ويعمل لكم هيك نوع من خلينا نحكي زيادة الوعي في موضوع الديتا ساينس. الحقيقة أنا يعني بهدف لعدة أشياء من وراء السيشن رح أعطيكم إياه. أول إشي بشكل رئيسي إنه يعني أحكي لكم what is data science، شو هو الداتا ساينس، ليش هاي الضجة اللي حاصلة حالياً على الداتا ساينس. رح نحكي كمان بشكل رئيسي عن الداتا ساينس applications، شي تطبيقات الداتا ساينس. رح نحكي كمان عن فرص العمل، رح نحكي كمان عن Data Science Subfields اللي هي خلينا نحكي المواضيع الفرعية اللي بنبثق منها اللي بتنبثق من Data Science. طبعاً بالبداية يمكن أكيد حسام حكى لكم بالتفصيل أكثر عن المبادرة، مبادرة Data Science اللي هي بالشراكة ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والجامعة العربية الأمريكية. طبعاً المبادرة هي مبادرة وطنية تتكون من عدة خلينا نحكي مكونات، وهي أحد المكونات الرئيسية فيها إنه إحنا نعمل تدريب لعدد خلينا نحكي عدد كبير من الأخصائيين في علم البيانات. فالآن الدورة طبعاً أو البرنامج مبني على برنامج أو جامعة هارفارد Data Science Professional Certificate، ورح احنا يعني نعمل خلينا نحكي عدة برامج او عدة دورات في الموضوع. انتوا اول مجموعة رح نبدأ معهم. فبشكل رئيسي طبعا يا جماعة يمكن اكيد سمعتوا هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاكم تنضموا لبرنامج الديتا ساينس. في هيك نوع من خلينا نحكي ضجي او we call it hype on data science. ف الهدف انه يعني احنا انه نزيد الوعي في المجتمع الفلسطيني لموضوع الديتا ساينس، نخلق كمان خلينا نحكي اخصائيين او متخصصين بروفيشنالز في الديتا ساينس، وكمان نزيد الوعي بشكل عام في المجتمع الفلسطيني حتى انه يتبنى الامكانيات اللي بتتيح الديتا ساينس. يعني أكيد سمعتوا بعض الشعارات زي مثلاً إنه data is the future oil. يمكن سمعتوا كمان data science is the sexiest job in the 21st century. هاي كل هالأمور يعني إلها علاقة بإشي بحصل بالعالم يخص data science. وإحنا خلينا نحكي في عنا نوع من we call it in English lagging، يعني we lag behind، يعني إحنا لسه خلينا نحكي بديش أكون متخلفين، أوكي، لكن we are not up to date in relation to the issue of data science. فهي المبادرة كانت في الشراكة مع بين مبادرة ما بين هي مبادرة خلينا نحكي حكومية بالشراكة ما بين المركز الإحصاء الفلسطيني والجامعة العربية الأمريكية، أساس إنه نزيد الوعي على مستوى المؤسسات على مستوى الأفراد، نخلق خلينا نحكي مجموعة من الأخصائيين اللي ممكن يحركوا الوضع في البلد بخصوص الديتا ساينس. أوكي طيب،
طبعا انا جماعة عندي محاضرة نوعا ما طويلة شوية، فبالتالي ممكن تاخذ يمكن اكثر من ساعة، بس خليني اشوف انا how it evolves. طبعا انا هذا الكورس بدرسه في الجامعة العربية الامريكية لطلاب الماستر. احنا في عندنا بالجامعة العربية الامريكية برنامج ماستر في الداتا ساينس، فانا بدرس كورس اللي هو introduction to data science. فحب انا اخذت هيك مجموعة من المواضيع اللي انا بدرسها في الكورس، وحب اني اناقشها انا وياكم. طبعا بديش انا اعمل الموضوع على شكل خلينا نحكي محاضرة رسمية، بقدر ما هو انه يصير نوع من النقاش، ولو انه يمكن يكون صعب انه نعمل احنا مانجمنت ل خلينا نحكي 50 مشارك في المحاضرة، بس انا جاهز يعني اسمع على تعليقاتكم، اسمع على اسئلتكم. كمان بعرفش انا موجود عندي البرنامج، هي برنامج اللي هو اللي راح تاخذوه انتم من جامعة هارفارد، إذا حبيتوا تسألوا أي تستفسروا أي استفسار عن أي من البرامج هاي، أنا كمان يعني جاهز إني أجاوب على أسئلتكم. طبعاً أنا راح أظلني موجود معاكم باستمرار طوال فترة دراستكم. يعني بعرفش نوع مشاركتي ممكن يكون مختلف شوي، ممكن نعمل ريفيو للسيشنز، يعني كل ما تخلصوا السيشن أنتوا نعمل مع بعض هيك شوية ريفيو. بعرفش ممكن نعمل كمان workshops إذا احتاجتوا إنه نعمل نوضح بعض الشغلات الخاصة في الدورة، وأمور زي هيك. ممكن أسمع برضو آراءكم، نشوف كيف ممكن نعدل في بعض الأمور إلى آخره. على كل حال يعني أن إحنا بالبداية بدنا نشوف how things will evolve، وبعدين نشوف كيف بتصير الأمور. الصوت يا جماعة واضح؟ واضح عندكم الصوت؟ نعم واضح دكتور. أوكي تمام. دكتور الصوت دكتور الصوت منخفض، يا ريت يعني لو تعلي شوية. يعني مش عارف أنا بالغالب هيك يعني بعمل محاضرة وغالبا بكون الوضع تمام. بعرفش في حد عنده مشكلة بالصوت غير تمام درجة الصوت. الصوت منيح؟ عندي تمام الصوت برضه. طيب ممتاز تمام. طيب الآن يا جماعة بصراحة السيشن اللي راح أعمله إن is quite rich، يعني في معلومات كثير very اللي نحكي content، فعشان هيك بدأ شوية تركيز. زي ما حكيت لكم يمكن ما يكونش في معانا إمكانية إن ننهي السيشن في ساعة، بس أنا مستعد إذا أنتوا فيش عندكم مشكلة إنه نعمل extension للسيشن، يمكن يكون ساعة ونص أو حتى ممكن يكون عند ساعتين، أنا ما عندي مشكلة. بس أهم إشي جماعة أنا الهدف اللي بسعاله من وراء السيشن إنه يحصل عندكم انطباع وعي كامل of what is data science, what is going on in the world. هذا كثير أنا الموضوع بهمني، لأنه إذا أنتم يعني ما صارش عندكم هذا النوع من الوعي أو هذا المستوى من المعرفة، يعني مش كثير راح تكونوا متشجعين ومش راح تكونوا motivated towards the degree or the certification. عشان هيك أنا حطيت يعني عدة مواضيع، وخلينا نحكي يمكن تكون أكثر من اللي كان لازم إني يعني أحكي عنه، بس nevertheless let's see how it evolves. طيب أنا الآن بدي أنقل على الشاشة الثانية عشان نبدأ the presentation. اوكي واضحه يا جماعه الشاشه الثانيه عندكم؟ مبين عندكم؟ نعم واضحه. طيب تمام واضحه تمام. اوكي so we will be introducing data science to you، وزي ما حكيت لكم خليه كيف يعني sort of interactive session اكثر منه انه يعني نوعا ما محاضره. اوكي let's talk about the content، خلينا نحكي عن الاشياء اللي راح نحكي عنها. أول إشي I'll talk about the hype. يعني خلينا نحكي ضجي، يعني شو السبب الضجي اللي حاصل في الداتا ساينس. أوكي then I'll talk about the need for data science, why this need for data science or data scientists and why this need is even evolving، ليش بتطور وبيزداد باستمرار زي ما راح نشوف. بعد هيك راح احكي انا عن التعريف الداتا ساينس، what is data science, how it evolves
Okay, and how we define it right now. By the way, جماعه, this is an evolving subject. شو يعني evolving subject؟ يعني هذا موضوع خلينا نحكي لسه يعني معالمه مش واضحه 100%, but it's evolving, يعني بتطور باستمرار. بعدين رح نحكي عن the rules and responsibility of a data scientist, شو هي المهام اللي لازم يعني يكون فيها الداتا ساينتست. بعدين رح نحكي عن الجوب اوبورتونيتيز ان داتا ساينس فور داتا ساينتست. بعدين رح نحكي عن الابلكيشن اوف داتا ساينس في عده قطاعات. انا اخترت قطاع الصحه هيلث كير, اخترت لكم كمان الماركتنج اللي في البزنس, اخترت لكم كمان البانكينج سيكتور, واخترت لكم كمان الانرجي سيكتور. اوكي, فرح نحكي عن الابلكيشن اوف داتا ساينس ان ذيس سيكتورز. بعدين راح اعطيكم امثله من يعني كيف الان الشركات, خاصه الشركات الكبيره زي جوجل, زي مثلا ابل, زي امازون, تتعامل مع الموضوع الداتا ساينس through discovering hidden pattern in data. في كثير جماعه بعض يعني خلينا اسميها المعلومات او المعارف مدفونه في الداتا. الداتا ساينتست مهمته انه يكتشف هاي الانفورميشن اللي بنسميها احنا هيدن باترن. هيدن يعني مدفونه. اوكي, فراح اعطيكم انا نماذج كثير من الشغل اللي بتعمله الشركات وكيف انها بتكتشف ذوز هيدن باترنز and they use them to make profit, اوكي, or to advance their product or to make this for instance sales and more profit and more popularity and so on and so forth. Okay, so let's talk about why data science or the data science hype. Okay, شوفوا صراحة جماعة في ثلاث شغلات رئيسية خلت يكون في عنا نوعا ما this data science hype. السبب الأول له علاقة بالamount of data created. يعني حجم الداتا that is being created and that is is created right now is a huge massive. زي ما راح تشوفوا انه كمية الداتا اللي تم انتاجها في اخر سنتين تساوي كمية الداتا اللي انتجت عبر تاريخ البشرية كلها. راح نيجي على سنوات كويس ahead انه كمية الداتا اللي راح تنتج في 6 أشهر تخيلوا بتساوي كمية الداتا اللي انتجت عبر التاريخ كله. So this is one reason why we have this hype in data science. Okay, we call it we have massive amount of data. فهون عندي أنا بعض الأرقام. Okay, شوفوا by 2020 this year every person will generate 1.7 megabyte of data in just a second. تخيلوا كل بني آدم على وجه الأرض will be generating 1.7 megabyte in just 1 second. Internet users generate about 2.5 quintillion, 2.5 into the power 3 bytes of data each day. أو في أرقام طبعاً زي ما أنتم شايفين هون على سلايد by 2020 there will be around 40 trillion gigabyte of data or 40 zettabyte of data. Okay, so طبعاً هون أنا جماعة يمكن لازم أحكيكم شوي كيف أنا منظم السلايد. طبعاً هون عندي أنا title, this is the title of the slide. هون أنا عملت زي موتو أو لوجو للسلايد. Okay, وهون some details. Okay, for if you want to see the logo of the slide, just read this. Okay, so people cannot imagine how much data they are generating. فعلا يعني فيش حدا بتخيل how much data we are generating. شوفوا مثلا هون 90% of all data has been created in the last 2 years. Okay, 10% was created in the past before the 2 years. Okay, today it would take a person approximately 180 million years to download all data from the internet. Again, has to do with the massive amount of data. So the data that will be generated in 6 months in the near future is equal to what is generated in the whole history of humanity. Okay? فبتقدروا تتخيلوا how much data people are created overall.
طبعا في سبب اخر why we are creating such amount of a huge amount of data. طبعا one reason is the social media. Another reason is what is called IoT or smart devices. IoT stands for Internet of Things. تعرفوا الآن الإنترنت before I mean, few years back was connecting devices, PCs and laptops. Now the Internet is connecting devices, detectors, okay, something to measure temperature, something to measure humidity, something to measure noise and so on. So those devices are connected with each other through the internet. تخيلوا هذول devices كلهم they are generating data and they are adding up to the data that is generated by humans. Okay, مثلا ناخذ مثال Airbus airline generates 10 terabytes of data every 30 minutes and 640 terabytes of data in one flight. تخيلوا there are 5 million cameras on phones worldwide, smartphones. تخيلوا they are all also generated data. Okay, and as we said before, we've generating more data in the past 2 years than the entire human history. So this is one reason why we are why this hype about data science. طبعا مهم جدا يا جماعه نعرف انه we are no more talking about mega, giga and terabytes. Now we are talking about petabytes, exabytes and zettabytes and even yottabytes. Okay, so حتى تعرفوا طبعا تعرفوا الميجابايت is 1000 كيلوبايت, gigabyte is 1000 megabyte, terabyte is 1000 gigabyte. So we have petabyte. Petabyte is 10 to the power 15. Exabyte 10 to the power 18, zettabyte 10 to the power 20, and yottabyte is 10 to the power 24. So we are talking about data that is in this range, exabyte, zettabyte, and yottabyte. Okay? Time. Now, the second reason for the hype of data science is the huge market for data science. There is a huge market for data science. The reason, jama'a, why we have a huge market for data science has to do with the benefit of using data science. وعلى فكرة جماعه ديروا بالكم في قاعده شو بتقول هيها شوفوا the more the company utilizes data science the richer and the bigger it is. يعني الان الشركات الكبيره like Google, like Amazon, like Apple, like I don't know, كل هذول الشركات الكبيره اللي هم خلينا نحكي أغنى شركات وأكبر شركات they are heavily relying on data science and they are utilizing every single possible means to utilize and to benefit from data science. Okay, فعشان هيك يا جماعة كل ما يعني خلينا نحكي كالتالي كل ما توسعت الشركة أو المؤسسة أو حتى الحكومة أو حتى الأفراد في استخدام الداتا ساينس في الاستفادة من الداتا ساينس كل ما أصبح الشخص أو المؤسسة أو حتى الحكومة more secure, rich, let's say more popular and less risky إلى آخره. كل هاي الأمور اللي تختص بالgood business and good organizations. And data science market is expanding exponentially. شوفوا هاي مثلا عندي أرقام هون في 2023 the data science market will be worth $103 billion. Okay, في 2019 the data science market has grown by 20%. يعني الآن إحنا بال 2020 the data science is growing even by higher percentage. شوفوا هاي الرقم 97 of the organizations are investing in data science, AI and big data. على فكرة جماعة مهم تعرفوا إنه هذول الثلاث مواضيع أو الثلاث خلينا نحكي تكنولوجيز مرتبطات جدا مع بعض data science, artificial intelligence and big data. Okay, طبعا في ناس بيعتبروا أنه ال big data is part of data science, ال AI is part of data science. Well, we could say that data science is an umbrella, هي عبارة عن مظلة بتضم هاي المواضيع كلها including AI and big data. شو مثلا نتفليكس اللي هي الشركة تبعت تسويق الأفلام they save $1 billion per year on customer retention, only customer retention.
شو يعني customer retention؟ يعني customer retention إنه يحافظوا على الزبائن تبعينهم، يعني ما يروحوش على شركة منافسة. This is called customer retention. The best way جماعة to save on customer retention is to use data science, because they understand the behavior of customers. شو الكاستمرز، كيف الكاستمرز بيتعاملوا، كيف بيفكروا، اوكي، هل عندهم نيه يبقوا مع الشركه، يغادروا الشركه الى اخره. اوكي، big data and analytics market worth 49 billion in 2019. تخيلوا big data لحالها يعني حجم البزنس تبعها حوالي 50 بليون دولار. شوفوا جوجل، Google generated 116 billion dollar from data science. I think, جماعة, if you want to talk about a big investment or let's say big gain of data science, بطلع جوجل. تعرف جوجل الآن جماعة بيمتلك معلومات، يعني بيمتلك جوجل يمتلك الآن أسرار العالم كله. وفكرة الآن يعني المعلومات اللي بيقدمها جوجل خاصة في موضوع الكورونا، بجوز سمعته بالتصريح الأمريكي الأخير بخصوص كورونا. الآن هم عملوا نوعا ما يعني دراسة ليش هم بيتهموا على فكرة الصين إنها هي اللي أنتجت الفيروس ونشرته بالعالم. هم اعتمدوا على شغلتين. This is all related to the data science. أول شيء حللوا صور الأقمار الصناعية حول المستشفيات، اللي حركة السيارات حول المستشفيات في شو اسمها المدينة؟ ووهان في شهر 8. أوكي، يس، ووهان، يا. فلاحظوا إنه في حركة سيارات زيادة. الشغلة الثانية، لا، وكمان راقبوا اللي هو السيرج إنجن، في there is a famous Chinese search engine، ولاحظوا إنهم الناس يعني بيزيد زاد بحثهم على عن كلمات أو مفردات إلها علاقة بمرض الكورونا، زي مثلاً الكحة، زي مثلاً ارتفاع الحرارة إلى آخره. لاحظوا هاي جماعة trends في search engines اللي بسيطر عليها جوجل، هاي بتعني إنه شيء اهتمامات الناس، كيف شو الناس بتفكر. فلاحظوا الآن جماعة كل أسرار العالم، طريقة تفكيرهم، شيء هي أشياء اهتماماتهم، وين موجودة؟ موجودة بجوجل. طبعاً جوجل بيستفيد منها بشكل كبير جداً في منتجاته، خاصة في موضوع الماركتينج، وبيع كمان، ببيع الداتا. وهذا كمان الآن اللي حاصل مع عند مين؟ عند فيسبوك. يعني فيسبوك يا جماعة الآن كمان بيسجل إيش الترند، شو اللي بيصير بالعالم. يعني أعطيكم مثال، مثلاً خلينا نحكي شوي بالسياسي، على مستوى سياسي. تعرفوا الآن على يعني في الموضوع الفلسطيني في حديث عن قضية الضم، ضم الغور أو ضم الضفة إلى آخره. أنا بتخيل الآن الإسرائيليين مركزين بشكل كبير إنه كيف الفلسطينيين بيتعاملوا بالسوشيال ميديا. يعني شو هي الشغلات اللي بيحكوا عنها الفلسطينيين على الفيسبوك؟ الآن تحليل ردود فعل الفلسطينيين على الفيسبوك بيعطي انطباعات للحكومة الإسرائيلية كيف تتصرف. هل هم مهتمين لدرجة إنه ممكن يصير انتفاضة؟ هل هم مهتمين لدرجة مثلاً إن أو عندهم نوع من اللامبالاة إلى آخره؟ كل هذا الكلام وين يسجل؟ هذا الكلام يسجل على السوشيال ميديا، سواء على تويتر ولا على الفيسبوك ولا حتى على جوجل سيرش. يعني لما الواحد يعني بده يكشف أسرار أي مجتمع أو أي كوميونيتي بتطلع على هاي الأمور، السوشيال ميديا، أوكي، ال السيرش، ممكن يوتيوب كمان له دور، طبعا يوتيوب تابع لجوجل. كيف بالتالي لاحظوا يعني إحنا بشكل غير مقصود أو عفوي نكشف أسرارنا اللي مخبية بداخلنا، أوكي، للي بده يحلل، أوكي. وبتعرفوا إحنا يعني إحنا كفلسطيني إحنا ما منتصل مع الإنترنت بشكل مباشر، إحنا منروح we go through an Israeli link، وهم يعني الترافيك الإنترنت الترافيك تبع الفلسطينيين كله بمر عبر إيش؟ عبر شركات إسرائيلية. It's very easy for them to filter it. It's very easy for them to analyze it. وهذا جزء كبير يا جماعة من موضوع الـ data science والـ data analysis. Okay, طيب. But this is يا جماعة another indication for the huge market. Okay. فبالتالي شوفوا عنوان السلايد هاي اللي اخترته أنا. The world, the entire world is starving for data science. مرة ثانية شو السبب؟ السبب إنه huge benefits are waiting.
في اشياء يا جماعه مدفونه في الداتا، هاي الشغلات الداتا ساينس اللي بكشفها. اوكي تخيلوا مثلا، شوفوا هاي المعلومه: if data processes get more effective by just 1%, this could save more than $63 billion globally. تخيلوا لو نزيد احنا فقط 1% الداتا اناليسز او الايفكتيفنس اوف داتا اناليسز، راح نقدر نوفر $63 مليار. اوكي data science has led to 34 reduction of hospital stay. استخدام الداتا ساينس في الهيلث كير قلل نسبه الهوسبيتال ستي، اللي هو المكوث في المستشفيات، بنسبه 34%. تخيلوا شوفوا الان يا جماعه هالمعلومه: in 2012 only 0.5 of all data were analyzed، لكن شوفوا في 2020 this percentage jumped to 37%. يعني بالاحرى يا جماعه عندنا حوالي احنا 60% من الداتا is still not analyzed and not utilized. Okay? Extracting meaning from collected data could lead to an amazing improvement in people's life. وهذا الاشي اللي بتسعى له شركات كبير، شركات كثير الان تشتغل عليه. Like self-driving car. تسمعوا الان hype. This is a hype. اللي هي شو بسموها السيارات الذاتية القيادي. Okay? Effective medication. اوكي العلاج اصبح خلينا نحكي فعال اكثر. Improved agriculture، يعني الان في احصائيه بتقول انه حجم الاراضي اللي بتم استغلالها في الزراعه بتقل بشكل كبير، لكن الانتاج بتضاعف بشكل كبير جدا جدا. اوكي هذا دليل على انه they are also using data science in agriculture and farming. عشان هيك يا جماعه economists claim that data will replace oil as the world's most valuable source. اوكي يعني الداتا راح تكون هي خلينا نحكي البترول او the oil of the future. طيب الان يا جماعه هذا شو عمل الكلام؟ هذا خلق فرص لمين؟ للداتا ساينتست. فاصبحت الداتا ساينس او الداتا ساينتست is the most wanted job in the 21st century. اوكي and there is a huge demand for data science worldwide. اوكي على فكره حتى في المجتمع الفلسطيني، طبعا انا بحكي عن قبل ازمه الكورونا، اوكي كان عن جد في كان حركه وكان في طلب على الداتا ساينتست. اوكي شوفوا مثلا in 2015 there were about between 11,000 up to 19,000 data scientists worldwide. في 2018 ماكنزي، على فكره ماكنزي هي شركه يعني كبيرة جدا، شركة أمريكية هي تهتم أو تشتغل في الداتا ساينس، بتوقعوا أنه في 2018 كان عندنا 2.8 مليون داتا ساينتست. أوكي IBM predicts that by 2020 the demand for data scientists will increase by 28%. أوكي and there will be about 11.5 million job created in data science by 2060. تخيلوا في 2026 راح يكون في عندنا 11 مليون job for data scientists. الان في شيء بميز كمان الداتا ساينتست job، انه they are also well paid. تخيلوا they are receive salary، طبعا هذا الكلام وورلد وايد، اوكي between 95,000 up to 165,000 per year annual salary. اوكي طبعا الفرق هو بيعتمد على الخبره، بيعتمد على البوزيشن، من بين شغلات ثانيه. اوكي طيب هون يا جماعه احنا عملنا حكينا شوي عن الهايب، شفتوا؟ فالهايب لها علاقه بال huge amount of data، اللي هو البنفيت ذات از كرييتد باي داتا ساينس، وكمان النيد فور داتا analyst and the job created. كل هذا الكلام شو عمل؟ عمل الضجة هاي اللي حاصلة حاليا on data science. So let's talk about the need for data science. Okay. الآن يا جماعة ال need for data science منين بيجي؟ بيجي بشكل رئيسي من إنه ال data science، على فكرة هذا شعار كثير يعني أنا حاب إنكم تتذكروا وتهتموا فيه. Data science is the best problem solving mechanism worldwide حاليا. طبعا ليش؟
مين بتوقع ليش انه الداتا ساينس او الداتا اناليتكس او الداتا اناليسيس از ذا بيست بروبلم سولفينج ميكانيزم؟ ممكن حد يشارك؟ بجوز لانه لما بدك تحل المشكله اهم شيء انك تعرف ملامحها، فمن خلال الداتا انت بتاخذ انفورميشن، هاي الانفورميشن بتحلها بتعملها بروسنج عشان تقدر تفهم اكثر ايش الوضع اللي انت داخل عليه، ايش المشكله. فانه تفهم ملامح المشكله هو فرست ستيب عشان تحلها. الان ملامح المشكله منين بتيجي بشكل رئيسي؟ انفورميشن يمكن اللي بتاخذها داتا. داتا احنا هي لسه مش انفورميشن، لسه ما صارت انفورميشن، هي لسه داتا. الآن يا جماعة الداتا شو أكثر شيء بيميزها؟ الداتا هي انعكاس الواقع، مزبوط؟ يعني أنا بحلل المشكلة وبوجد حل بناء على الواقع، مش بناء على تخيلات أو بناء على خلينا نحكي تمنيات، نو بناء على الواقع. يعني إذا أنا صار عندي مشكلة مثلا بالنمبر اوف كاستمرز، مثلا أنا فاتح شركة أو بنك أو إلى آخره، صار عندي مشكلة بالكاستمرز، كيف بدي أعرف شو المشكلة؟ بحلل الكاستمر بيهيفير. فتحليل الكاستمر بيهيفير بناء على الداتا اللي من الكاستمر، هذا بيعني ايش؟ انه I used mainly let's say real data. real data اللي reflect the reflect the reality. ممكن كمان نضيف دكتور شغله اذا سمحت؟ تفضل. الداتا احنا بنعرف اللي هي اللي تكون رو، يعني ليش الخام اللي هو لسه الاصل ده. يعني احنا تعلمنا تعلمنا في عالم إدارة الجودة إنه لما تحل أي مشكلة لازم تروح للروت كوزز اللي هي الأسباب الجذرية. بالتالي أنت لما يكون عندك، بغض النظر إحنا عندنا information ولا data ولا لمراحل متقدمة، لما نرجع للأصل للرو اللي هي الداتا، معناته إحنا قربنا وبقوة لحل أي مشكلة. بالضبط. يعني هاي not manipulated، nobody has touched it، كويس. فبالتالي راح تعطينا إيش؟ راح تعطينا أفق أفضل لحل المشكلة. In general جماعة احنا ما بنحكي عن الداتا ساينس، بنحكي عن ثلاث شغلات رئيسية. بنحكي عن ability to make predictions، وهي نقطة قوة يعني رهيبة جدا في الداتا ساينس. Data science algorithms and data science mechanisms allows us to make predictions. والpredictions اللي حاصل سواء كان في النشرة الجوية، ولا سواء كان في توقعات شو راح يصير بالكورونا، ولا سواء بالفاينانشال ايشوز اند سو اون، all has to do with the application of data science algorithm. فبخلينا نعمل البريدكشن so that what will happen، فانا بقدر اتنبأ بالمستقبل. It also allows me to make better decisions، لاني انا كثير من الالجوريثم تعطيني خيارات او بتوضح لي الخيارات الموجوده عندي واي خيار امشي فيه. بعدين الأهم كمان إشي مهم اللي هو الباترن ديسكفري، زي ما راح نشوف كمان لقدام شوي. في جماعة بعض المعلومات مدفونة في الداتا cannot be discovered by just let's say using or employing or implementing sort of simple analysis techniques. فلازم نروح إحنا بعمق ونستخدم إيش؟ data science algorithm to be able to discover those patterns. Okay؟ طيب خلينا نأخذ أمثلة مثلاً. With data science طبعا في عندي انا اللي هي قضيه السيلف درايفنج كارز. والمناسبه يا جماعه في شركه فلسطينيه الان اسمها ايميجري، اتس ان ارتفيشال كومباني، فلسطينيان كومباني موجوده في روابي، and they are working to develop their own self driving car. تعرفش سمعتوا فيها ولا لا؟ هي الشركه موجوده في روابي ستارت اب، وفيها حوالي الان حوالي 50 60 موظف. اوكي okay. And they are advancing very quickly. اوكي okay. They are working on an algorithm that will allow a car to be self drive. اوكي okay. So self driving cars is one option or one let's say application of data science. Yeah. We can also with data science طبعا في شركات الطيران airline companies are able to manage their flights and maximize their profit. في المستقبل في قصدي في الماضي كانت شركات الطيران يعني تنطلق مثلا من مطار معين من العاصمه تبعت البلد او من مطار في البلد الى مطار في البلد الثاني. الان شو بيعملوا؟ الان بيعملوا هب
اوكي فبيكتشفوا وبيعملوا هم they predict flight delay they make a promotion based on customer booking patterns and they decide which class of planes to purchase الى اخره كل هاي العمليات بتتم عن طريق الداتا ساينس so they are optimizing flight okay and airline business عشان هيك لاحظوا يا جماعه في الفتره الاخيره صرنا نلاحظ ايش انخفاض كبير جدا في اسعار التذاكر بتلاحظوش يعني زمان مثلا في 2004 2005 2010 كانت التذاكر غاليه جدا الان بتلاحظوا اسعار التذاكر تنخفض بشكل كبير سبب رئيسي هو the application of data science كمان طبعا FedEx okay they use data science to optimize their operations okay so they discover the best route to use for shipping اكتشفوا افضل طريق they also select the best suited time for delivery وين تبكونش في أزمة and they select the best model for of transportation كل هذا الكلام عشان هيك جماعة لاحظوا انه يعني في تطبيقات كثير في الـ transportation في الـ airline في الـ banking في الـ healthcare شوفوا في الـ banking مثلا banks can predict the percentage of risk of giving a loan to a customer يجي حد شخص بيقدم له قرض الان بيدخلوا المعلومات تبعاته على algorithm او على تطبيق موجود في البنك طبعا بينتج الداتا ساينس الان هذا بيعطيه بقول له if you give this person مثلا a loan of let's say $100,000 راح يكون في عنده risk of let's say something like 40% انه مش راح يدفع الـ 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 القرض in due time فبقول له افضل اعطيه مثلا 30,000 ولا 50,000 اوكي okay? so this is all calculated by a data science algorithm okay so banking is heavily بالمناسبه يا جماعه البانكينج سيكتور او الفاينانشال سيكتور اكثر قطاع الان يستخدم الداتا ساينس فاذا يعني حد منكم بده بفكر يعني يروح باتجاه معين في الموضوع الداتا ساينس يروح باتجاه البزنس والفاينانشال اوكي this is heavily demanded right now طبعا برضه في الماركتنج data science is used to segment customers so that they can target they can be targeted with promotion بيعمل segmentation للcustomers okay they also purchase data طبعا هذا الكلام رح نحكي عنه بتفصيل اكثر في نهاية السيشن اللي هو how to use data science in marketing لكن يا جماعة بشكل اساسي the use of data science in marketing is improves let's say customer satisfaction improves profit there is heavy investment in data science and marketing okay فشوفوا مثلا هون companies can predict customer behavior and act accordingly برضو this is again based on data science energy طبعا مستخدم كمان في الانرجي energy companies can predict and detect outages يتوقعوا وين راح يصير انقطاع في التيار ممكن يعملوا كمان dynamic energy management مثلا المناطق على سبيل المثال في مناطق كثير بخف الطلب على الانرجي فممكن يوجهوها لمناطق ثانيه الى اخره so also data science is used and implemented in the energy sector طيب اوكي الان يا جماعه حكينا خلينا نحكي بشكل عام عن اهميه الداتا ساينس داتا ساينس هايب حكينا كمان عن النيد فور داتا ساينس القطاعات المستخدمه فيها الداتا ساينس is that okay جماعه what do you think anybody likes to comment to make any comment ask any question before we move into the definition of data science أنا في عندي مشاركة لو سمحت. تفضل. صوت مسموع نعم. مسموع أنا. أنا بعتقد إنه هو يعني كجواب على السؤال اللي أنت طرحته خلال يعني السيشن قبل شوية إنه ليش داتا ساينس يعني مهم أو من وين بيمتلك أهميته. أنا بعتقد إنه هي الأهمية بتكمن إنه إحنا إذا قدرنا نحول لأي معلومة لأرقام. وعلم الرياضيات قادر على التعامل مع الأرقام بشكل كبير
وأنا بعتقد حتى علم الرياضيات يعني هو يسبق جميع العلوم، فهذا الإشي هو اللي بيخلينا إنه إحنا بكل أريحية نتعامل مع المعلومات إذا حولناها إلى أرقام، ونقدر نستخلص منها شغلات إحنا لو نظرنا بالعين المجردة أو باستخدام الأدوات البسيطة إنه إحنا يمكن ما نقدر نصل. يعني مثلا لو مثلا واحد بيشتغل في علم البيولوجيا لو بده يستخدم مايكروسكوب أو غيره وغيراته، لكن لو مثلا انه هذه الصوره الايمج احنا اخذناها وحولناها لارقام وبعد ذلك احنا تعاملنا معها بالجوريثم ودمجنا بين علم الرياضيات وعلم الكمبيوتر اللي هو بيعالج الارقام بطريقه سريعه جدا، هذا هو اللي عمل اهميه للداتا ساينس، انه احنا بنقدر نحصل على معلومه بالطريقه العاديه ما بنقدر نحصل عليها. تمام. شكرا محمد. اعتقد ان يس انا اي دو اجري وذ يو. شوفوا مهم جدا يا جماعه نعرف كمان انه احد الاسباب اللي خلت ان يعني الحاجه او التطور في الداتا ساينس لها علاقه باللي هو الداتا بروسيسنج باور. تعرفوا الداتا بروسيسنج باور بتتطور بشكل كبير جدا جدا، الشيء اللي بنسميه احنا مورز لو اذا مر عليكم، وكمان الأسعار بترخص. يعني we have الآن huge processing power especially web based okay اللي هي ال cloud computing. okay ال cloud computing يا جماعة أهلتنا إن نعمل processing ل huge amount of data بشكل يعني رهيب جدا. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي حكيك عنها كمان محمد اللي هي قضية إنه the ability to transfer any let's say set of data into numbers، وهي الشغلة جدا مهمة في الداتا ساينس. لازم يا جماعة يكون عندنا قدرة ان نحول الايمج into numbers، التكست into numbers، الفيديو into numbers، السبوكن وورد into numbers، لان هاي العملية بنسميها احنا في الداتا ساينس بري بروسيسنج. عملية البري بروسيسنج كيف احنا نعالج الداتا ونحولها لارقام اللي بتأهلنا ان نعملها موديلينج. يس ذاتس رايت. ثانك يو. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. بدي أعقب بس على النقطة اللي حكى عليها محمد. بالنسبة لعلوم الداتا ساينس والبيج داتا بشكل يعني أنا بفضل كمان لو تعرفوا أنفسكم بكون أحسن. هيك خلينا يعني يوسف أبو سمرة. أهلين يوسف. يسر حياك الله. النقطة اللي حكى عليها محمد اللي هي إمكانية تحويل البيانات إلى أرقام هي فعلياً مخزنة عندنا على حاسوب. بس المشكلة الأساسية اللي بتواجه علم البيانات والبيج داتا اللي هي الرو داتا، كيف انها مشكلتها انها رو وانستراكشرد، مش موجوده على ستراكشر. فالنقطه الصعبه جدا انك كيف تحدد ايش هي الاجزاء المهمه من هذه البيانات وانك تحولها اللي هي طريقه البري بروسيسنج لبيانات لها نوعا ما معنى، عشان بعد هيك تقدر توجد المعاني الخفيه فيها، تقدر توجد علاقات، تقدر تربطها بداتا بيزز ثانيه، تقدر تربطها بشبكات اخرى بحيث انك تطلع منها بالنوليدج. طبعا احنا عارفين الهرم لحد ما نصل للوزدم في الاخر. فكانت اصعب مشكله بتواجهنا انك تحدد اهميه البيانات اللي هي مهمه ولا غير مهمه. الشغله الثانيه انك كيف تقدر تحولها من رو داتا تحولها لستراكشر داتا عشان بعدين تتم عليها بروسيسنج وتطلع منها رولز وتطلع منها الشغلات اللي ممكن تساعدك في انك تعمل ديسيجن معين. طبعا هذه مبادئ اساسيه صغيره مطروحه في علم الداتا مايننج، ولكن هنا صارت اكبر واوسع واشمل في علم الداتا ساينس. الان الكلام اللي حكاه يوسف ممتاز. يس الان يا جماعه الداتا اللي او انواع الداتا خلينا نسميها الداتا تايب اللي ممكن نتعامل معها هي ثلاث انواع. في عندنا شيء بنسميه ستراكشر داتا. ستراكشر داتا يعني تابيوليتد، يعني تابيوليت زي الاكسل. شفتوا كيف الاكسل عباره عن روز اند كولومز، او زي الداتابيس مثلا، او زي اي تيبل تابيوليتد داتا. في عندنا شيء احنا كمان بنسميه سيمي ستراكشر داتا. السيمي ستراكشر داتا زي الاكس ام ال مثلا. شوف الاكس ام ال هو عباره عن كونتنت لكن ايش معرف بتاجز. تعرفوا التاجز اكيد اذا عندكم خبره بالويب بروجرامينج الويب ديفلوبمنت بنعرفوا بتاجز. فالاكس ام ال في كمان لغه اسمها جيسون تطورت بعد الاكس ام ال، هذول بنسميهم سيمي ستراكشر داتا. وفي عندنا جماعه اللي هو حوالي 90 الى 95% من الداتا الموجوده بين ايدينا هي ان ستراكشر. الان ستراكشر داتا هي زي التكست الموجود على السوشيال ميديا، زي مثلا الكتب،
زي مثلا الميوزك زي الفيديو الصور كلها بنسميه unstructured data. اصعب جزء وين ان نتعامل مع unstructured data لانه لازم نحول unstructured data لstructured data حتى نقدر نعملها processing. Yes, that's right. اوكي فهذول النقطتين جدا مهمه اللي هي موضوع ال growth of processing power وموضوع انه we have really difficulty in processing unstructured data that needs to be transferred into structured data. Anybody else would like to contribute? بس تعقيب مع سؤال لو سمحت. تفضل. طبعا الكل عارف أهمية الداتا ساينس وكيف العالم متقدم زي ما هو مبين عنا واضح وكيف استشعرت القيادة أهمية الداتا ساينس اللي اجت في من خلالها هذه الدورة والمهرجانات الموجودة. أنا السؤال اللي بدي أسأله كوننا عندنا في فلسطين في يعني مجموعة هيك يعني بيشتغلوا في موضوع الداتا ساينس شركة، طب كيف أوضاع البنوك؟ شركات كبيرة زي مثلاً الاتصالات أو أريدو أو جوال أو بنك فلسطين، هل فعلاً هم بيستخدموا الداتا ساينس ولا الساعة ما وصلوا لهذه المرحلة؟ كوننا إحنا في البداية يعني ممكن إحنا نستفيد من تجارب الناس الموجودة ونعرف كيف اشتغلوا كونا احنا جداد لحتى الآن على موضوع الداتا ساينس. شكرا لك. تمام. شكرا أحمد. ما سؤالك كويس. على فكرة جماعة احنا في المجتمع الفلسطيني او في كل القطاعات سواء كان public sector ولا private sector ولا NGOs very 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 primitive in using data science. عشان هيك جماعة انتو كداتا ساينتست او كداتا ساينس professionals you have a huge opportunity. عندكم huge opportunity in, يعني هاي يعني خلينا نحكي ممكن نحكي عنها بجانبين. الجانب الأول you have huge opportunity to be employed and you have also huge opportunity to let's say create let's say knowledge and information and let's say sort of إنكم تزيدوا الوعي بموضوع ال data science. okay لكن الشركات الفلسطينية في شركات طبعا زي جوال وطنية شركات الاتصالات I to my knowledge they use data science but still they use data science to their I mean to it's in its simplest way. يعني مثلا شركة الاتصالات في عندهم عندهم بيبنهم داتا سنتر بس في عندهم اربع شباب الان بيدرسوا الماستر اللي موجود في الجامعه العربيه الامريكيه بالداتا ساينس because they want to build a very professional data science team. فبالنسبه للواقع الفلسطيني انا بتخيل يعني لسه بدايه. اوكي طيب let's يا جماعه move on and talk about definition and subfield of data science. الان هذا خلينا نتحول شوي تكنيكال. اوكي خلينا نعرف الداتا ساينس. الآن خلينا جماعة قبل ما نبدأ بالتعريف أعطيكم يعني حسب تصوري شو اللي صار. شوفوا كيف الداتا ساينس بصراحة يعني بدأ الحديث عنه بعد 2010-2012 كعلم. بس قبل هيك كان الداتا ساينس فراجمنتد. شو يعني فراجمنتد؟ يعني مشتت. كيف كان مشتت؟ شوفوا في جانب معين كان الاستاتستكس والماثماتكس عايشين في جزيرة لحالهم. أوكي؟ كان الكمبيوتر ساينس عايشين في جزيرة لحالهم. وكان الـ AI أوكي؟ عالم الـ AI اللي هو الـ Artificial Intelligence والـ Machine Learning والـ Data Mining عايشين في جزيرة لحالهم. أوكي؟ الآن بعد هيك صار في خلينا نحكي تطورات وتطلعات انه why don't we integrate those different subfields into one field. اوكي فصاروا يقربوا من بعض. فمثلا صاروا الناس اللي بيشتغلوا بالستاتستكس يقربوا من الناس اللي بيشتغلوا من الماشين ليرنينج من الكمبيوتر ساينس. اوكي على الرغم انهم كانوا عايشين جزر مختلفه. اوكي الان هذا شو خلق؟ هذا خلق نيو داينامزم ديناميكية جديدة في التعامل مع القضايا. بدل ما أنا أتعامل مع القضايا زي like what a statistician or a mathematician do اللي هو يعمل خلينا نحكي simple analysis. أوكي okay, اللي عنده خبرة بالstatistics we can do let's say something like descriptive statistics وحتى predictive statistics but a very 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 low level. أوكي okay?
الآن عالم الكمبيوتر ساينس كان مشهور بإيش؟ بالكودينج والبروغرامينج. يعني بتعرفوا جماعة البروغرامينج شو بيعمل؟ البروغرامينج بيعمل نوعاً ما فليكسيبيليتي في التعامل مع المشكلة. أوكي، الآن الماثماتيكس والاستاتيستيكس كانوا عايشين جزيرة لحالهم، خلينا نحكي بتعاملوا شوية مع الكمبيوتر ساينس من خلال software packages like Excel, like SAS, like SPSS. تعرفوا إن هذا software packages، بس ما كانوا فيهم dynamics اللي تخلي الموضوع getting evolved. أوكي، الآن فجأة واحد شو اللي صار؟ صار عندي أنا huge amount of data available، صار عندي huge demand also، صار عندي ارتفع processing power خاصة مع اكتشاف الكلاود. الكلاود كومبيوتينج يا جماعة والديستريبيوتد سيستمز والآخره، كل هاي الأمور خلقت إيش؟ خلقت نوع من خلينا نحكي الانفايرمنت اللي جمعت الأمور هاي مع بعض. فصاروا الستاتيستيشنز يتعاونوا مع مين؟ مع الكمبيوتر ساينتست، مع السوفتوير انجينيرز. أوكي؟ فانخلقت لغات برمجة زي الآر، خلقت لغات برمجة زي البايثون. اوكي، هاي لغات البرمجه زائد سوفت وير باكجز ساعدت في ايش؟ في تطور الداتا ساينس، او خلينا نحكي الترند توارد داتا ساينس. شو اللي دخل كمان على الموضوع؟ اللي دخل لك كمان يا جماعه على الموضوع الشركات الكبيره. الشركات الكبيره بدات تستثمر بشكل كبير في موضوع الداتا اناليتكس، كانوا يسموه بالاول داتا اناليتكس او بزنس اناليتكس او بزنس انتليجنس، انه انا عندي قدره اني احفر في الداتا واكتشف خلينا نحكي اسرار، وهي الاسرار تاهلني اني اتقدم على الشركات الثانيه. اوكي، فبالتالي الداتا ساينس بصراحه اللي هو عباره عن، عشان هيك بنسميه مالتي ديسيبلينري فيلد. اوكي، مالتي ديسيبلينري يوز ساينتفك ميثودز. فعند احنا ساينتفك ميثود يعني الطريقة اللي متعامل معها مع البروبلم، it's scientifically organized processes, algorithms and systems for the sake of extracting knowledge and insight from structured and unstructured data. Okay؟ الآن نستخدم إحنا powerful hardware, powerful programming system and a most efficient algorithm. أحد الأسباب اللي خلت data science يزدهر برضو اللي هو advances in algorithm. يعني أنا بعرف إنه مثلاً في خلينا نحكي بسنوات الثمانينات لحد التسعينات كان the number of algorithms is very limited. Now we have a huge number of algorithms that can be used in data science. It also applied to all kind of data such as science, engineering, economic, politics, finance, education, agriculture, climate, environment, and you name it. كل أنواع التطبيقات، كل أنواع ال environment الآن متاحة وين؟ في موضوع ال data science. Okay؟ الآن يا جماعة شوف الحلو في الداتا ساينس، وهي نقطة بدي إياكم تركزوا عليها. الداتا ساينس is not a theory driven science. It's a data driven science. شو الفرق بينهم؟ شوف والله ركزوا معي. الثيوري driven science زي الفيزيكس مثلا. بيجي مثلا عالم زي أينشتاين ولا زي نيوتن ولا زي ماكس بلانك بيكتشف نظرية كويس؟ اوكي، وقوانين، وهي النظريه هي اللي بتخلي موضوع الفيزيكس ولا الكيمستري ولا مش عارف البيولوجي يتطور، اللي هي النظريات. يعني بيجي التطور من النظريات. الداتا ساينس مختلف تماما. عشان هيك يا جماعه بيقولوا الان انه الساينس حاليا في الايام الحاليه از داتا دريفن. يعني جيب لي داتا، حللها، اوكي، اكتشف المودرن او الباترن اللي موجود فيها وابني منه نظريه. شفتوا؟ فالنظريات الآن والعلوم اللي بتتطور حالياً هي data driven مش theory driven، وهذا ترند جديد مش بس على فكرة في موضوع الماركتينج ولا في موضوع البزنس، حتى على مستوى العلوم. يعني على مستوى النظريات الرئيسية في العلوم الآن science is data driven science. هاي النقطة بدي إياكم تتذكروها. يعني ممكن يا جماعة واحد يكتشف ظاهرة اجتماعية من خلال تحليل الداتا. اوكي، مثلا يحلل الداتا الموجوده على الفيسبوك، اوكي، وممكن يكتشف نظريه في العالم، في عالم الاجتماع او في عالم الاقتصاد او في عالم السياسي. اوكي، فبالتالي بس القضيه الاساسيه وين لازم نبدا؟ لازم نبدا من asking the right questions and exploring the data.
يعني انا اشوف الجماعه الفرق ما بين الديتا ساينتست وما بين الستاتستيشن هو كالتالي. الستاتستيشن بتجيب له ديتا بتعطيه بتقول له خذ هاي الديتا وحلل لي اياها، بدي احلل لك فيها. الديتا ساينتست غير هيك بتعامل. شو كيف بتعامل الديتا ساينتست؟ الديتا ساينتست بيكون عنده مشكله، يعني مثلا نقص الانتاج، نقصة الارباح مثلا. الان خلينا نحكي عن المستوى، عن المجتمع الفلسطيني، فيش اهتمام مثلا بالقضايا الوطنيه مثلا، انا بعطيكم امثله. مثلا الان خلينا نحكي في انطباع عند الناس انه التوجيه بطل ينفع، يعني كاسلوب لتقييم الطلاب، الطلاب الثانوي مثلا، انا بعطيكم امثله. اوكي، الان هاي المشاكل يا جماعه حلها بشكل رئيسي الان، وانا بحكي لكم عن الترند بالعالم، افضل طريقه له هو ثرو داتا. كويس، فانا بجمع الداتا اللي هو الريليتد داتا، وشو ببدا اعمل؟ ببدا اعمل له ايش احنا بنسميه موديلنج من خلال الالجوريثم. لان هذا الالجوريثم اللي انا بستخدمها وراح تتعرفوا عليها ان شاء الله خلال الكورس، راح تبني لكم او تعطيكم موديل، هذا الموديل هو اللي بيحل لكم المشكله. فالديتا ساينتست يا جماعه الحلو بالموضوع انك بدك تبدا انت من المشكله، يعني انه مش يعني القضيه مش بتيجي هيك يعني باي تشانس، ولا اني هيك صح لك ديتا وبديت تحلل فيها، لا، بدك تبدا من مشكله. المشكله بتبدا تدور على ديتا مناسبه لها، بعدين بتبدا تعمل اكسبلوريشن للديتا، ديتا بروسيسنج وكليننج الى اخره، بعدين بتعمل لها موديلنج. هذا الموديل هو اللي بحل لك المشكله، ومش بس على فكره يا جماعه بحل لكم المشكله، كمان بخليكم تعملوا بريدكشن. كويس؟ فيعني هاي القضيه كثير مهمه. فبعدين نعمل احنا كوميونيكيشن فيجواليزيشن للريزلت فور ديسيجن ميكرز. يعني الديسيجن، يعني شوفوا جماعه حقيقه اكثر ناس الان بيساهموا في حل المشاكل بكل المستويات هم داتا ساينتست، وهم بيقدموا خلينا نحكي بلوتس او فيجوال كومبوننت اللي هو زي دايجرامز او ريزلت او مودلز للديسيجن ميكرز، والديسيجن ميكرز ما عليهم فقط الا يتخذوا قرار. شو رايكم؟ ايمن تفاحه بيحكي. اهلين ايمن، هلا بيك، الله يسعدك. تعقيبا لكلامك استاذ خالد، الاحداث الاخيره بالكورونا كل الاشياء كانت او الدراسات اللي كانت تطلع هي داتا دريفن، يعني مثلا قرارات اللوك داون او التخفيف الحظر او الاغلاق بناء على داتا كانت جنريتد من كل دوله. تمام، حتى الار نوت كانوا يحسبوها، وانه كيف معدل انخفاض الزياده في الحالات بناء على المعلومات الداتا هاي وتحليلها والمعلومات اللي بتطلع. بتطلع دراسات انه والله مثلا الار نوت اقل من واحد الريت تاعتها، فلذلك خلينا نقلل اللوك داون او انه يصير تخفيف من اجراءات الحظر. ومثلا كمان دراسه البي سي ار الاخيره انه مش شرط كل واحد. ايش البي سي ار؟ اللي هو الفحص السواب، اللي هو اللي باخذوا منه العينه تاعت او الخزعه اللي عشانها بقرروا انه المريض بوزيتيف ولا نيجاتيف. اي سي. فهي اخر دراسه طلعت انه مش شرط كل الناس او المخالطين يتاخذ منهم عينات، بس الشخص اللي بتظهر عليه الاعراض. ممتاز، وهي بناء على دراسات او ارقام او تحليلات صارت، فمن شان هيك اخذوا هيك قرارات. فهي داتا دريفن، يعني تقريبا الكلام اللي تفضلت فيه. إذا كان في إمكانية أضيف مشاركة، أنا قبل فترة إجاني فيديو على الإنترنت بيقول لك فريق ليفربول يعني بيضم 4 أشخاص من الداتا ساينس كان بيحللوا كل المباريات الموجودة. يا سلام. في يعني بيحللوا المباريات، حتى هم بيقول لك قبل فترة أعطوا توصيات للفريق إنه يضموا محمد صلاح إلهم، لانه محمد صلاح عنده مهاره لو احنا ضفناه عندنا بتساعد في تخطي المشاكل وبتفوزنا، وفعلا رائع. يعني طلعت معلوماتهم صحيحه. يا سلام، رائع، ممتاز. يعني اذا كان لقيت الفيديو انا ممكن اشاركه حتى في المجموعه اللي موجوده، يعني عجبني كثير الموضوع. ممتاز، طيب خلينا يا جماعه نكمل. عشان هيك يا جماعه صار عندنا احنا تصور، طبعا زي ما حكيت لكم انا في البدايه، This is still an evolving subject.
يعني الكلام اللي بحكي لكم إياه حاليا ممكن يتغير بعد سنة بعد سنتين. أوكي it's evolving، فيش إشي ثابت لحد الآن. أوكي عشان هيك الآن يا جماعة في تصور إنه الداتا ساينس is the intersection between three major subjects اللي هو computer science, mathematics and domain expertise. شوفوا رائع دققوا معي. computer science, mathematics and domain expertise. شو يعني domain expertise؟ domain expertise اللي هو البزنس نون. هذا الموضوع. yes الموضوع اللي بدي أنا أشتغل عليه. domain. هذا جماعة شو بيعني؟ بيعني إنه this can be applied in any domain in general. زي ما حكينا it can be applied in business, can be applied in healthcare, can be applied in farming, can be applied in 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 traffic, in airplane, إلى آخره. okay. كل هذا الكلام بيعني إنه it can be applied in. طبعا الآن intersection of computer science with mathematics بعطيني إشي بنسميه machine learning. intersection of computer science with domain expertise بعطيني أو بخليني أعمل دي إشي بنسميه data processing. mathematics with domain expertise ممكن أعمل لي إشي بنسميه statistical research. Now the intersection of all of those subjects with each other is what is known or called data science. عشان هيك يا جماعه اذا بتلاحظوا انتم اذا بتلاحظوا هم بالبرنامج تبع البرنامج اللي عندكم تبع هارفارد هم يعني مركزين على هذا الشيء فراح يعطوكم كمبيوتر ساينس اللي ممثله بالار راح يعطوكم كمان probability. probability is a representation for mathematics وراح يعطوكم طبعا النواتج منها لايك مثلا فيجواليزيشن انفرنس اند موديلنج مثلا رانجلينج ريجريشن ماشين ليرنينج الى اخره. شفتوا هاي كل هالشغلات لها علاقه بالديجرام الموجود معنا حاليا. الان ممكن ننظر للموضوع بشكل اعقد شويه او ندخل بعمق وراح نشوف انه في شغلات كثير كمان بنسميها سب فيلدز او سب توبكس related to data science. مثلا شوف خلينا نبدا من هون visualization. visualization is a let's say a core component in in data science. لو كيف انت تحول الداتا ل visual let's say entities or visual components. يعني ال visualization او ال visual component بتخلي decision makers يتخذوا قرار اسرع مما انت تعطيه ارقام او تعطيه تيبل مثلا ببين فيها ترند او ببين فيها مثلا شيء بنسميه احنا سكيونس انه الكيرف الديستريبيوشن رايح لجهه معينه. اوكي ببين انخفاض ارتفاع الى اخره. اوكي فالفيجواليزيشن مهم. كمان في عندنا شيء بنسميه الاستاتستكس كمان لازم تقدروا تعملوا انتم ستاتستيكال اناليسيس اللي هو بيسكلي احنا بنسميه ديسكريبتيف ستاتستكس. ديسكريبتيف ستاتستكس اللي هو بخليني اعمل تحليل للديتا اللي بنسميه داتا اكسبلوريشن بخليني احلل الداتا بشكل مبدئي افهمها اكثر. في عندي انا الاي اي في عندي الماشين ليرنينج. لاحظ الماشين ليرنينج هي جزء من الاي اي اوكي اللي هو الارتفيشال انتليجنس. في عندي الداتا مايننج. لاحظ جماعه الداتا مايننج الداتا مايننج طبعا خلينا نحكي علم قديم شوي يعني ممكن مرتبط في الـ في الاستاتستكس او في الكمبيوتر ساينس لكن بتقاطع بشكل كبير مع الماشين ليرنينج والاي اي. اوكي على كل حال هاي الشغلات راح نحكي عنها كمان شوي. في عند الداتا بيس والداتا بروسيسنج. طبعا الداتا بيس مهم انكم تفهموا موضوع او كيف تستخدموه في الداتا ساينس لانه وي ديل وذ ستراكشر داتا ان داتا بيسز. وي هاف اولسو باترن ريكوجنيشن. وي هاف نيورو كومبيوتنج اللي هو نيورال نتورك الى اخره. كل هاي الشغلات يا جماعه بنسميها سب كومبوننت ان داتا ساينس. اوكي الان يا جماعه الداتا ساينتست if you want to be a professional data scientist then you have to know I would say something about all of those issues or most of those issues. statistics okay visualization data mining database machine learning pattern recognition. طبعا pattern recognition ممكن يكون مرتبطة بشكل رئيسي في الماشين ليرنينج والديتا مايننج نيورال نتوركس اند ارتفيشال انتليجنس. هذول خليني اسميهم السب كومبوننتس ل
الموضوع الداتا ساينس. فلاحظوا يا جماعه زي ما حكينا قبل شوي، الداتا ساينس از ا مالتي ديسيبلينري سبجكت، وهو تقدر تقولوا كيف يعني مكون من عده شغلات من خلينا نحكي مجالات مختلفه، كونوا بالنهايه الشيء اللي احنا بنسميه الداتا ساينس. Okay, so data science can be predictive, can be practiced at several levels from simple to very sophisticated. هاي جماعة مهم جدا المعلومة تتذكروها. إنه we can practice data science at a very simple level اللي هو statistics, statistical analysis. فمنحلل descriptive statistics المين والمود والميديان والstandard deviation والstandard error والبرسنتال والكوارتايل وال ماكسيمم والمينيمم والى اخره. جزء هاي الامور اكيد مرت عليكم، هذا بنسميه first level of statistical data or data analysis. بعدين بنروح لمستوى على اللي هو الفيجواليزيشن، نبدا نرسم ونشوف ترند احنا شو اللي بصير بالديتا. اوكي، بعدين بنروح للباترن ريكوجنيشن، يعني انا بدي اعرف كيف شو الباترن الموجود في الديتا، او اني اعمل اكستراكشن الهيدن باترن inside the data. بروح بستخدم machine learning هون, data mining, pattern recognition. الآن يا جماعة إذا data huge and cannot be processed by simple algorithm اللي included in machine learning and data mining, بروح باتجاه more sophisticated algorithm الموجودة في neural network وإشي بنسميه إحنا deep learning. شفتوا كيف؟ الآن يا جماعة الديب ليرنينج ممكن إذا كان شوفوا الماشين ليرنينج والديتا مايننج فيل تو بروسس هيوج داتا. هاي المعلومة خليها عندكم، أوكي؟ يعني في عندنا ألجوريثم إحنا في الماشين ليرنينج والديتا مايننج لما تتفيل تو بروسس أند تو ميك تو كرييت ا موديل أوت أوف هيوج داتا. طيب شو الحل؟ الحل راح باتجاه النيورال نتورك والديب ليرنينج. اوكي، باختصار يا جماعه النيورال نتورك والديب ليرنينج بتشتغل بالضبط لايك هاو اور مايند از وركينج، كيف عقلنا بيشتغل. عقلنا بيشتغل طبعا هذا بيفترضوا هم انه في عندنا عده لايرز. اوكي، هذول اللايرز اوكي سويها. شوفوا يا جماعه في الماشين ليرنينج والديتا ليرنينج وي هاف سنجل لاير اللي هو الموديل تبعنا. في النيورال نتورك وي هاف سيفرال لايرز، كل وحده بتفهم شوي من الداتا وتمرر اللي فهمته لمين؟ لللاير اللي بعدها وللي بعدها وللي بعدها، فيحصل عندنا ايش؟ Very precise knowledge او data pattern. اوكي؟ الليفل الاخير يا جماعه اللي هو الارتفيشال انتليجنس، اللي انه انا اقدر اعمل ماشين which has a cognitive ability. cognitive يعني لها قدره على ايش؟ التعلم. شفتوا؟ الآن هذا التدرج في الداتا اناليسيس مهم جدا تتذكروه. ممكن انت تشغل داتا اناليسيس فيري سمبل ستاتستيكال داتا اناليسيس، اوكي، ممكن تروح ابعد شويه تبدا تشتغل ايش؟ باترن ريكوجنيشن. ممكن تروح ابعد شويه تبدا تستخدم ايش؟ النورال نتورك ديب ليرنينج. ممكن تروح باتجاه ايش؟ انك تخلق ان انتليجنت ايجنت او انتليجنت سيستم. طيب طبعا هون يا جماعه انا يعني حطيت لكم السلايدز هذول، ممكن نمر عليهم بشكل سريع بلخصه شو هي الشغلات او كيف نوصف الموضوع. مثلا statistics لو انا سميته first level data analysis concerned mainly with describing data. If you want to describe your data use statistical simple statistical analysis. اوكي، بعدين نيجي للداتابيس. طبعا الداتابيس هو structured data collection. ليش يا جماعة الداتابيس مهم في الداتا ساينس؟ السبب التالي، طبعا هذا حسب وجهة نظري، جزء كبير يا جماعة من الداتا الموجودة عندنا خاصة في الاورجنايزيشن is stored in databases. Stored in Oracle server or SQL server إلى آخره. Okay, so and those structured data also can be analyzed and can be utilized in data science. اوكي، فعشان هيك دخلنا الداتا بيس في الموضوع. الان يا جماعه من ال2000 بعد ال2000 صار في ترند جديد
بطلنا نتعامل مع الداتا بيس as a relational database، انه في عندنا entities وهذول entities we have relation among them. صرنا نتعامل مع شيء بنسميه نو اس كيو ال. حتى هذا النيو اس كيو ال الان له تولز جديد، يعني تولز محدده في الار وفي البايثون ممكن نستخدمها احنا عشان نعمل analysis. طيب داتا مايننج، الداتا مايننج ممكن حد يسميها كمان اللي هو النولج ديسكفري او الباتن ديسكفري. This is a second level زي ما حكينا. طبعا الداتا مايننج largely overlaps with machine learning as both of them use the same algorithm. عشان هيك في امرار الطلاب شيء بيخربطوا بين machine learning وداتا مايننج. هم جماعة موضوعين مختلفين نوعا ما بس بيستخدموا نفس الالجوريثم. وراح قلت لكم انه في عندنا anomaly detection في الماشين ليرنينج، association في الماشين ليرنينج، في الـ في الـ في الـ في الداتا مايننج، clustering، classification، regression الى اخره. كل هذولا عباره عن خلينا نحكي سب دومينز في الماشين ليرنينج وفي الداتا مايننج. طبعا الكلاسترينج، الكلاسيفيكيشن، الريجريشن هذول راح تتعلموهم ان شاء الله في الدوره، هي هم موجود عنهم هون في الشيت. اوكي، وكل واحد منهم فيها سيفرال الجوريثم. يعني مثلا الكلاسيفيكيشن ممكن تلقوا لكم 10 الجوريثم في الكلاسيفيكيشن، ممكن تلقوا كمان 10 15 20 الجوريثم ريجريشن. كل واحد لها تطبيق معين وكل واحد ايش ممكن تعطيك نتائج افضل او اسوء من الثاني. اوكي، المشين ليرنينج، طبعا المشين ليرنينج في عندي انا 3 تراكس في المشين ليرنينج، اللي هو سوبرفايز ليرنينج، ان سوبرفايز ليرنينج، وري انفورسمنت ليرنينج. طبعا هذول يا جماعه بديش انا ادخل بتفصيل عليهم، يمكن راح تاخذوهم انتم بالدوره، بس اتذكروهم ان في عندنا شيء اسمه سوبرفايز ليرنينج، ان سوبرفايز ليرنينج، اند ري انفورسمنت ليرنينج. مهمات جدا هذول تتذكروهم. طيب الارتفيشال انتليجنس، الارتفيشال انتليجنس يا جماعه ان تستخدم احنا الجوريثم برضو. كل على فكره يا جماعه مهم جدا تتذكروا، كل الداتا ساينس الكور فيه اللي هو الالجوريثم. طبعا هاي الالجوريثم الحلو بالموضوع خاصه في لما بنستخدم احنا ار او بنستخدم بايثون، انها كودد ان ا لايبراري. يعني مثلا على سبيل المثال بالبايثون في عندنا لايبراري اسمها سايكت لير. السايكت لير يا جماعه فيها كل او فيها لاي لايبراري فيها كل الالجوريثم تبعات المشين ليرنينج والماشين ليرنينج والديتا مايننج، سواء كان كلاسيفيكيشن، كلاسترنج، ريجريشن، لوجيستيك ريجريشن، باتن ريكوجنيشن، انومالي ديتكشن. كل هاي الالجوريثم موجوده، فانت فقط ايش بس تعرف شو الالجوريثم اللي بدك تستخدمه وتطبقه. نفس الكلام ينطبق على الارتفيشال انتليجنس. لكن الارتفيشال انتليجنس يا جماعه هو عباره عن موضوع which contains algorithm that allows the component or the system to learn. اوكي، هاي شوفوا perform cognitive function like perceiving, learning, reasoning and problem solving. اوكي، طبعا في عندنا عده مستويات في الاي اي الان، مش موضوعنا ان نحكي عن تفاصيل عن الاي اي، لكن الاي اي is a subtopic of data science. طبعا انا شخصيا يا جماعه بنصحكم تاجلوا تعلم الاي اي لمرحله متاخره. ابداوا انتم الان اتعلموا بالشغلات البسيطه، شوي شوي اتعلموا داتا مايننج، شوي شوي اتعلموا ماشين ليرنينج، بعدين يعني روحوا على الديب ليرنينج، اخر شيء تتعلموا ماشين ليرنينج اي اي، وبتكون العمليه سهله عليكم ان شاء الله. الفيجواليزيشن، طبعا الفيجواليزيشن هو جرافيكال ريبريزنتيشن اوف داتا، اللي هو ان ننتج احنا images which communicates relationship, communicates facts and knowledge about data. وفي عندنا احنا tools كثير في الـ R و tools كثير في البايثون which help us to do visualization. اوكي، طبعا بعرفش، طبعا احنا لسه تقريبا نص البرزنتيشن، ممكن انه نطلب انه هيك ناخذ بريك ونكمل، ولا عندكم التزامات؟ بعرف ايش ما بدكم. بريك خمس دقائق دكتور استاذ كندي. نو، تحبوا ناخذ بريك؟ 10 دقائق. ممكن يا دكتور احنا نسوي نقاشات خلال الخمس دقائق على اساس الكل يستفيد وبعدين نوفي. ايش رايك؟
زي ما بتحبوا، بس انا برضو حابب اخذ بريك هيك 10 دقائق يعني الان. من البريك استاذ واحد شوي 7 وربع نرجع على 7:25 اوكي تمام رايكم؟ اوكي اوكي تمام اتفقنا تمام اوكي. طبعا انا جماعه بسجل السيشن اوكي يعني السجن أوكي. السيشن مسجله فانا راح بعرفش ممكن اودي لكم اياها بالايميل او اتفقنا احنا بعرفش يمكن هاي الاخ حسام يعلق موجود اتفقنا ان نعمل احنا فيسبوك جروب هلا يعني في واتساب جروب حاليا نعم واتساب جروب في واتساب جروب والله انا بفضل الفيسبوك يفضل فيسبوك برضه عشان ناخذ المواد اكرر اكرر الله يعافيك انا عندي اتفضل بعد اذنك بس انا يمكن بشارك الدكتور في رايه وجروب الفيس يمكن اسهل التبادل الملفات وتنزيلها وشيء مثل هيك افضل بكثير من ناحيه الواتس لانه الواتس كمان الواحد يمكن عنده جروبات كثير فبتصير الواتس يمكن شوي بتجي المسج من الرساله ممكن يفوتها تروح من باله لاحقا بس الفيس يعني ممكن يكون اسهل في عملية التواصل وال... أنا على فكرة عندي سبب ثاني ليش أختار الفيسبوك أنا بحبش أستخدم الموبايل بصراحة يعني ممكن أنا أحط أنزل الواتساب على ال... على ال... على اللابتوب بس أنا عندي الفيسبوك بستخدم يعني بحب أنا تعرفوا أنا من جيل اللابتوب أنا مش من جيل السمارتفون أوكي بحب أستخدم اللابتوب أنا يعني بكثرة فبالتالي أسهل علي أتفاعل معاكم عن طريق الفيسبوك هي دكتور ميزة الواتساب إنه ممكن أنت تنزل المعلومات والبيانات والصور والمحادثات وبعدين أنت ممكن ترجع لها أما مجموعات الفيسبوك يعني أنت مضطر يكون في عندك كونكشن مع الإنترنت هاي الميزة في الواتساب عشان هيك يعني ممكن أرجع للفيديو يكون نازل بعدين أرجع له في وقت أنزل الصورة في محادثات موجودة أشوفها لاحقا يعني تكون في منطقة فيها اتصال تنزل لي كل هذه المحادثات والصور والفيديو وما بعدين في أي وقت حتى لو ما كانش في اتصال إني أشوف الفيسبوك يحتاج إلى صراحة أنا بفضل الفيسبوك يعني أنا بدكم إنه بعرف إيش يعني أوكي تمام إحنا ما عندنا مشكلة نعمل جروب فيسبوك برضو يعني لو تعمل جروب فيسبوك تبعت لنا اللينك وإحنا نعمل جوين على الجروب ما عندنا مشكلة يا طيب. أنا هيك ممكن نستخدم الاثنين مع بعض ما في مشكلة بالضبط نستخدم الاثنين الفيسبوك على أساس إنه يكون على اللابتوب أحسن واحد يفتح الفيسبوك على اللابتوب ينزل كل الدوكيومنت بحيث لو إنه بده يدرس أو بده يعمل شغلة يكون أريح إنه يفتح فيسبوك من إنه يفتح الواتساب ينزل الواتساب ويشوف مع الموبايل وهيك فبتوقع فيسبوك بيكون أحسن هي أفضل يعني إذا ممكن دكتور تفضل تفضل حسام شكرا دكتور يعطيك العافية ويعطيكم جميعا المتدربين يسعد مساكم دكتورة كمان الأخت أمل جبر تواصلت مع يمكن واحد أو اثنين من الشباب عرف شو حكوا في موضوع أنه إنشاء فيسبوك أو واتساب جروب هلأ إذا المتدربين حابين يكون في بينهم أي سوشيال ميديا للتواصل جروب للتواصل أكيد ما في مشكلة هلأ على صعيد احنا كشركاء الجامعه والاحصاء زي ما حكى زي ما تفضل الدكتور خالد تناقشنا في هذا الموضوع واعتقد في حدا من الزملاء كمان يعني بيشتغل وبجهز شيء زي هيك الا اذا المتدربين حبوا كمان يعملوا لهم هم فيسبوك جروب يتواصلوا معاها يعملوا تشاتنج مع التاكيد انه البورتال اللي حكينا عنه واللي هو شبيه بالموديل دكتور زي ما حكينا مره هو كمان راح يكون منصة للتشات ولكل الدوكيومنتس راح تكون موجودة هناك فيعني الخيارات مفتوحة والأهم إنه المشاركين يكونوا أكيد يعني متفاعلين مع بعض بس إذا سمحتوا أنا حاولت أطلع على الحضور لأنه يعني واضح إنه إحنا العدد كبير بس أنا كمان معي زميلي رباح الجمل إحنا في 50 بس لفت نظري في اسم مش كل أسماء ظهري في آيفون مين داخل باسم آيفون شباب وصبايا يعني ما في اسم في بس ايفون طيب انا خليني اترككم حسام ممكن انتوا يعني تكملوا مع بعض التفاوض او الحكي خاصه بخصوص شغلات اداريه خلينا نرجع على النص على 7:30 منيح اوكي تمام يعطيك العافيه
حسام تاخذ حضور وغياب سريع اذا بدك. عندي التزام. اوكي يو كان ليف اتس اوكي. اي مين اي مين اتس راح نسجل السيشن يعني يو كان ليف اند سي ات ليتر اون. شكرا يعطيك العافيه. الله يعافيك. وانا كمان ممكن ما اكمل اللقاء. نعم سؤالي بالنسبة للموديل معكم ألاء حنطولة أو ألاء أبو عمر. بالنسبة للموديل متى رح يتم إنشاء حسابات لأنه عليه حتى يعني كنا لسه نحكي عن structured data فهناك الداتا بضلها أرتب من بعرفش يعني حسام يمكن يجاوبك. نعم هو المزبوط أنه الشاب اللي بيشتغل على الموضوع صار معه كسر قبل العيد فهو حاليا طلع عدة شغلات. الله يسلمكم. فان شاء الله قريبا يعني هو عمل الانترفيس عمل الاشياء الرئيسيه تقريبا فيه وان شاء الله قريبا جدا يعني احنا راح نكون معاكم على التواصل في باي مستجدات اول ما يكون جاهز راح نبعث لكم ويكون لكل واحد يوزر نيم وباسورد. هو المودل راح يكون ممتاز. انا بحكيش عن شهر يعني بحكي عن اقل من هيك اكيد. وراح يكون بغنينا عن الفيسبوك جروب عشان الفايلز والى اخره وحتى للديسكشن بيكون في فورمز يعني للديسكشن كبديل وصف برضو كويس. صحيح هو بيكون يعني شيء official فورم لكل المشتركين لديسكشن لتشاتينج. الدكتور زي ما انتم شايفين طبعا يعطي الف عافية دكتور هو محاضر عريق ما شاء الله عنه لكم كثير من الشغلات وبالتالي ممكن انتم تعملوا اي قضية تعملوا برينستورمينج حولها وإحنا كإحصاء وكجامعة كمان رح يصير في تدخل في كمان تجاوب معاكم وفي تعاون معاكم من خلال هاي الشاتينج روم عدا عن كل إشي دوكيومنتس إلها علاقة في الكورس رح تكون كمان متاحة هناك 100%. يعطيكم العافية. الله يعافيكم. زي بس يعني في نقطة بسيطة طبعا أول اللقاء جميل جدا ومبسوطين إحنا منسجمين فيه ولكن يعني ياريت يكون في عنا خبر قبل أنه قديش مدة السيشن اللي راح نحضره اللي الواحد يكون مرتب وضعه على هذا الكلام يعني إحنا اتفقنا أنه لسه ضايل قد اللي عدى قالنا الأستاذ أنه خلص نص الموضوع صحيح فياريت يكون عنا خبر من قبل. أنا بدون صوتك. صوتك طيب هو ياريت إذا يسعد مساكو ياريت هو كمان الدكتور تعب واضح عليه أنه أخذ بريك يعني ياريت إحنا إذا في إمكانية أنه نستكفي حاليا لحد هون وينعمل كمان لقاء خاص تكملة للدكتور يعني هذا برجع على الدكتور الصحيح هو اللي يعني هو صاحب هو اللي عنده المحاضرة لو وبصراحة أنتوا رح كمان يعني تحضر محاضرات أكبر من هيك لما بتيجوا للكورس الرئيسي راح تضطر احيانا لما بتحضر فيديوز وبدك تحضر تعمل اسايمنتس لما توصل للماشين ليرنينج او الرانجلينج او الفيجواليزيشن راح تضطر تقعد ساعتين وثلاث ساعات احيانا في الماشين ليرنينج اكثر وبالتالي يعني اكيد بدكم تتحملوا. احنا عملناها الساعه 6 علشان نضمن انه يكون مناسب للجميع بس زي ما حكى الدكتور كمان مره اللي فيكم عنده اي التزام اللي فيكم تعب من المحاضره احنا انه ساعه وثلث بقدر ينسحب والمحاضرة مسجلة وراح نبعث لكم اللينك ما في مشكلة بس هو الفكرة كل ما كان في نقاش كل ما كان في يعني عصف ذهني لمواضيع زي ما انتم شايفين مهمة جدا أكيد بيكون لمصلحة الجميع. بس عندي والله استفسار إذا سمحت. تفضل. بالنسبة للموعد هو الساعة 6 هل هذا هو قابل للتغيير ولا ثابت ولا يكون يعني ممكن إنه نتفع موعد يكون مناسب للكل ما بعرف يعني احنا اقترحنا كلجنه مشتركه بين الجامعه والجهاز اقترحنا انه الساعه 6 بنضمن كل الناس يعني الناس اللي بيشتغلوا في القطاع الحكومي بيكونوا روحوا لان بتعرف الدوام للساعه 3 حتى اللي موجودين من محافظات بعيده بيكونوا اكيد وصلوا محافظاتهم وبالتالي اخترنا الساعه 6 الناس اللي بيشتغلوا في البرايفت سيكتور راح يخلصوا 3 ونص او 4 اكيد بنضمن انهم يكونوا موجودين خلال ساعات الدوام الرسمي يعني ما فينا نعمل محاضرة الساعة مثلا 12 الظهر أو الساعة 1 لأنه زي ما تناقشنا المرة الماضية حتى في موضوع الكتاب المطلوب وإحنا رح نرجع لكم قريبا ولكن على الأغلب يعني ما رح ينطلب كتاب حاليا بس نرجع لكم بشكل رسمي بس نتناقش كمان في هذا الموضوع مع الجامعة الفكرة أنه إحنا نضمن أنه الكل صار موجود في بيته لأنه بيكون مرتاح
بس فيش مجال نعملها الساعة 12 أو الساعة 1، يمكن في القطاع الحكومي حد يكون عنده اجتماع، حد يكون مشغول. هو الوقت المسائي ممتاز يعني، بس احنا خلافنا بس انه نكون عارفين من قبل انه قديش الموضوع اللي الواحد يهيئ حاله وما يشغلش حاله في الوقت هذاك، خلاص بنكمل طبيعي مش مشكلة ساعة ساعتين ثلاثة، المهم يكون عندنا خبر مسبق في الموضوع، ما عندنا مشكلة ان نضل. والله أعلم يعني، أعتقد الكل بتفق معي بالنقطة، إلا انه ممكن البعض ينشغل في الفترة هاي إلى ظرف معين، على قولتك انه بيكون مسجل كل اللقاءات مسجلة ممكن يرجع لها، وصح الأفضل ناس موجودين يعني. أكيد يعني أنت بإمكانك تسمع المحاضرة مرة ومرتين وثلاث، هذا المليح في الموضوع، بالضبط زي الكورسات اللي في الدورة نفسها، في دورة هارفارد نفسها، هذا الكورس مسجل على فيديوز، ورح بإمكانك تقدر تحضر المحاضرة أكثر من مرة وتشوف الفيديو أكثر من مرة، هيك السيستم. يعطيكم العافية جميعاً. الله يعافيك. أحمد فارس، بس في اقتراح إنه ما نشتت حالنا بالواتس والفيس والموديل، يعني يكون في إشي متفق عليه من الجميع وثابت وفي تسلسل زمني واضح للكورس هذا الفخم ما شاء الله عليكم جميعاً، على أساس إنه يكون مرجع قوي إلنا لقدام كمان، يعني ما نتشتت ما بين الواتس والفيسبوك والموديل، نصبر شوية ويكون في إشي رسمي مركزي معتمد ونمشي عليه إن شاء الله. أشكرك أحمد. إحنا فكرة إنه يكون في فيسبوك، لما اقترح الدكتور كمان إنه إحنا لأغراض التواصل ما بينكم كمجموعة، ولكن الإشي الرسمي اللي راح يكون كمان متابعة عليه هو البورتال. البورتال راح يكون المنصة الرسمية والشاتينج روم لكل المشاركين. هلا اذا في إشي مؤقت من هون لنبلش فعليا بالدوره ويطلق البورتال ويكون شغال، ممكن يكون في اي سوشيال ميديا جروب للتواصل الى حين انه يكون متاح البورتال. بنفس الوقت زي ما انتم شايفين احنا اي ابديت احنا معاكم على تواصل مع الايميل، والايميلات كلها شغاله، حتى في حد طلب تغيير الايميل وكمان احنا غيرنا له اياه، وأرقامكم كلكم موجودة عندنا، فأنا معك يعني ما بدنا نتشتت. أكيد ما بدنا نتشتت. هو فعلياً الفيسبوك موجود أو جروب فيسبوك تحديداً بتريحنا في موضوع إن سهل نوصل لأي تسجيل، يعني راح يكون مجموعة مواضيع موجودة أو خلينا نقول بوست موجودة، سهل على أي حدا يرجع لأي بوست لأنه مفصولين عن بعض. الواتساب عندنا إشكالية فيه إنه عشان مثلاً إذا الواحد ما انتبهش للنقاشات اللي بتصير لإشي زي هيك بده يرجع لوقت كتير لورا، ممكن يعني يسهى عن معلومة، يسهى عن موضوع معين، فبضل في عندنا إشكالية بخصوص إنه الكل يوصل لنفس المعلومة. فأعتقد إنه موضوع الجروبات على الفيسبوك كتير أنسب في هذه القصة، بتحل لنا مشكلة كبيرة وبنضمن إنه الكل سهل إنه يوصل لأي معلومة فيه بدون ما يصير عندنا ولا مشكلة، والأمر برجع لكم برضو. مساء الخير، اذا في مجال مداخله نائل زيدان تفضل. طبعا بخصوص بالنسبه للتواصل السوشيال ميديا زي ما تفضل الدكتور خالد، اذا بدنا نعمل نشر لمنشورات وروابط وملفات فعلى اكيد 100% مجموعه الفيسبوك هي الافضل، وفي النهايه تكون مجموعه الواتساب اللي عملناها احنا للتواصل السريع بيننا يعني برضو مش رايحة تأثر كثير، ولكن الأساس بالنسبة للمواد كاملة مجموعة الفيسبوك راح تكون يعني ممتازة لهذا الغرض. بخصوص اللي بيحكوا عن الجلسات يا جماعة الخير، لأنه أنا من الجلسة السابقة، الجلسات اللي احنا رايحين نأخذها من خلال زوم هنا فقط 3 جلسات، يعني احنا هاي الثانية وضايع علينا لقاء بعدها. صحيح. الأمور كلياتها راح تكون سيلف ستادي زي ما حكى الأستاذ حسام، وراح يكون كل واحد منا بده يحضر وبده يقدم الوظائف من خلال موقع أدمي، يعني مش رايح يكون إنه من خلال يكون معنا دكتور أو محاضر. فإحنا اللي ضايل علينا الجلسة هاي، ويعطي العافية الدكتور خالد رباع برضو قاعد بيعطينا بوقت بزيادة من وقته، وفي كمان عنا جلسة ثالثة فقط لا غير، فراح يكون للتواصل بيننا وإنه للاستفسارات حتى إحنا المشتركين
جروب الواتساب والفيسبوك. بخصوص الموديل اللي تفضل فيه الأستاذ حسام، أنا برضو إذا في مجال بتحب أساعدكم في موضوع الموديل والكونفيجريشن ليلو، ما فيش عندي أي مشكلة بحيث إن نفعله بأسرع وقت ممكن يعني. وهذا برجع لك يعني. سيد نايل، شو بتشتغل حضرتك؟ أنا بشتغل مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الكلية العصرية الجامعية، وطبعاً الدكتور خالد رباع يعطيه العافية درسني في البكالوريوس. نايل زيدان دكتور خالد، بشتغل علم الحاسوب. أهلين فيك. تمام، أنا يعني سجلت نوت وبشوف كمان وين صار زميلنا اللي بيشتغل. بده أي مساعدة أنا جاهز يعني، ما فيش مشكلة. مش راح يأخذ وقت كبير الكونفيجريشن لإله إذا فعلاً هم منزلين السيرفر، يعني عددنا قليل. اوكي تمام. فكره جماعه، بالنسبه انا حاب اضيف بالنسبه للكلام اللي حكينا له، مش فقط 3 سيشنز، احنا راح انا راح اجتمع معاكم بعد كل سيشن، يعني بعد الار بيسكس راح نعمل سيشن انتراكتيف سيشن، بعد الفيجواليزيشن، بعد البروبابيليتي، كل سيشن بنعمل مع بعض انتراكتيف سيشن، بنناقش القضايا اللي درستوها، شو استفدتوا، شو المشاكل الى اخره. ممكن احنا كمان نعمل الابوريشن، يعني حابب ان يكون في عنا انبوت كمان من عنا، من جهتنا يعني، من جهه الجامعه بهذا الخصوص يعني، حتى ممكن يكون حد غيري يعني بيشارك في الانتراكتيف سيشنز. فبالعكس يعني حابين نغني الموضوع في انه نعمل برضه انتراكتيف سيشنز بعد ما تخلصوا كل، خلينا نحكي، موديول من التريننج. شكرا دكتور للتوضيح. انا حكيت المره الماضيه كمان انه يعني الأخوات والأخوة المشاركين هم top of the top، يعني احنا كنا نحكي عن 1800، هلا احنا معانا 50. الجامعة والإحصاء مهتمين جدا بأنه يتبعوا معكم، راح يظل follow up على كل كورس من الكورسات اللي بتاخذوها، يعني ما راح نترك ان كلكم انه هاي الكورس يلا سجلوا وابدأوا بالآر. احنا لما بنحكي عن الآر بيسكس راح يكون معاك مثلا أسبوعين أو ثلاث أسابيع، في خلال الثلاث أسابيع راح يكون اجتماع أو لقاء معكم زي هيك discussions، شو اللي قدمتوه، شو اللي عملتوه، عشان يضل في تواصل معانا. أستاذي أنا أقترح كمان موضوع بخصوص إنه إحنا موزعين على المحافظات نوعا ما، إنه في كل محافظة يكونوا الأشخاص الموجودين منها، سهل إنه يتم تواصل بيناتهم، وممكن إنه يصير اجتماع بينهم كل فترة، بيصير تبادل بعض المعلومات فيها. يعني عدم مؤاخذة، احنا موضوعنا مش تنافسي، واحد يطلع الاول وواحد الثاني، الهدف عندنا انه الكل يوصل المعلومات والكل يستفيد. فاذا كان في تبادل في المعلومه وبعض الاسئله، يعني اكيد كل واحد فينا راح يكون عنده ضعف في نقطه معينه، في اجتماعات اللي داخل المحافظات اللي هي اهون شيء، بيكون في هناك تبادل في المعلومه بين المتدربين، اعتقد راح ترفع شوي من مستوى المعلومه اللي وصلتنا. يعني إلا ما الواحد يسهله عن بعض المعلومات، عن إنه مشى بس ما فيهمش نقطة معينة، يعني أعتقد إنه التواصل داخل المحافظات برضو رح يكسبنا ميزة إضافية. والله أعلم. قصدك face to face، يعني face to face communication. اجتماعات تكون خاصة بس في هدول المجموعين، خلاص بتحدد يوم إنه في اجتماع في النقطة الفلانية في المكان الفلاني، اللي بيحب منهم يجي يشارك، ممكن إنه يعني يتم تبادل المعلومات. طبعا انه يكون في جروب معروف انه فلان وفلان وفلان هم اللي من مثلا من الخليه، هذول من رام الله، هذول من نابلس، بيصير التتابع بينهم سهل. خلينا نشوف المحافظات اني اروح في الشغلات كمان. في جماعه فكره كمان انا بتراودني انه نعمل احنا داتا ساينس فلسطين كوميونيتي، نعمل يعني هيك خلينا نحكي تجمع الداتا ساينس، ممكن احنا نبدا فيكم يعني مع بعض، نعمل كوميونيتي وتبدا تتوسع، ونبدا نعمل مؤتمرات، ونبدا نعمل وركشوبس، ونبدا مثلا نجيب خلينا نحكي انترناشونال سبيكرز يعملوا مثلا يقدموا محاضره، بحيث ان نتابع معاكم نبني، لانه عمليه بناء النوليدج، بناء الاكسبيرينس الاكسبرتيز شود جو يعني ثرو ذا تايم، يعني المساله مش مساله دوره وخلص انا بكون داتا ساينتست، نو ات هاز تو بي فولود اب. اوكي بيرفكت، هذا الاقتراح بيرفكت بصراحه. اوكي ممتاز. فنعمل احنا، خليها ببالكم جماعه، خليها مع بعض دكتور داتا ساينس كوميونيتي. نعم دكتور خالد. تفضل. معي تفضل دكتور خالد. انا هذا الاقتراح يعني بصراحه يعني كثير عجبني، عشان كذا انا بقترح انه اذا انتم حابين تتواصلوا مع بعض، يعني يا ريت ان يتجنب الفيسبوك، يعني لو مثلا يعني زي لينكد ان انها بروفيشنال، انه
احنا كمان حتى بتكون added value إلي. انا بالنسبة للفيسبوك هذا بس يعني ما بقدر ان انا اشارك الفيسبوك انه انا عندي ايش خبرات، لكن في لينكدين بقدر احكي انه انا عضو في هذه المجموعة او هذا التجمع للفلسطينيين المهتمين بالداتا ساينتس، بقدر احطها بالسي في تبعتي وفي اثبات على ذلك ويكون في جروب معين. عشان هيك انا بعتقد انه هو الانسب. طبعا يا جماعه خليها الشغله كيف، خليها الشغله ايفولفينج، يعني خلينا نبدا احنا هيك سمبل فيسبوك جروب اللي نتواصل مع بعض، نحط مثلا مواد ملاحظات الى اخره. ممكن اسجلكم انا محاضره مثلا، هيك خطر ببالي موضوع مثلا اسجلكم اياه محاضره واعمل له لينك، احط لكم اياه لينك على الجروب، بعدين ممكن نتطور نروح باتجاه اللينكد ان او باتجاه انه نعمل مثلا شيء خاص مثلا بالكودينج. بتعرف على فكره جماعه عندكم فكره عن جيت هاب؟ الجيت هاب طبعا. على فكره جماعه لازم كل واحد فيكم من الان يعمل اكاونت على الجيت هاب، مش بتتصوروش قديش في معلومات هائله في الجيت هاب. دكتور ما نعرف شو هو الجيت هاب لسه احنا، يعني عشان نقدر عشان هيك انا بدعوكم انكم تروحوا تدوروا على الجيت هاب وتتعلموا. الجيت هاب عبارة عن كوميونيتي على فكرة، هي مانجد باي جوجل حاليا، وهي يعني عبارة عن كوميونيتي فيها حوالي بعرفش الان 10 ملايين ديفلوبر في كل القضايا الخاصة في الداتا ساينس والماشين ليرنينج والاي اي. والحلو فيها جماعة انهم ايش بحطوا كمان، بحطوا بروجكت وبحطوا كمان الكود اوبن سورس. كل شيء اوبن سورس على فكره. على فكره الحلو يا جماعه في الداتا ساينس كل شيء اوبن سورس، سواء كان في الار وسواء كان في البايثون كل شيء اوبن سورس. منيح. بعدين جماعه في الجيت هاب كمان في مسابقات، مثلا اعطيكم مثال، تيجي شركه مثلا نتفليكس بتقول اي واحد او اي مجموعه بيعملوا احسن الجوريثم مثلا للريكومنديشن للموفي ريكومنديشن باخذوا جائزه مثلا بعرفش مليون دولار ولا مليونين دولار. في مسابقات كثير، اغلب شركات العالم الان بتحط مسابقات على الجيت هاب، ممكن تشاركوا انت بالمسابقات حتى لو ما فزتوش تتعلم تاخذوا خبره. ضروري جدا كمان ممكن احنا نعمل سب جروب في الجيت هاب للكوميونتي للبلسطينيين كوميونتي، بس هاي خليها الامور ايش شوي شوي يعني ستيب باي ستيب. دكتور توقيتك اوكي يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل. طبعا اضافات كثير شيء حلوه من الشباب، والكل يمكن عنده هذه المستعلمات، لكن انا لو في امكانيه بس ناجلها بعد المحاضره، يعني خلينا نستكمل المحاضره لانه الوقت بدهمنا. انا معك صح، يمكن عنده مشاغله صحيح، فممكن اخر وقت المحاضره الواحد اي شخص عنده استعلام ممكن يطرحه، ممكن لاحقا حتى في جروب الفيس نتم عملها. طيب خلينا جماعه الان نكمل. شايفين انتم السلايدز؟ السلايد شايفينها؟ صحيح مبينه استاذ. تمام. الان خلينا نحكي عن التولز فور داتا ساينس، لانه هذا موضوع جدا جدا مهم. الان يا جماعه التولز فور داتا ساينس، طبعا في عندي انا داتا اناليسيس تولز، في عندنا داتا وير هاوسنج، في عندنا داتا فيجواليزيشن، في عندنا ماشين ليرنينج ان اي اي تول. لان هاي التول كلها يا جماعه موجوده في البايثون وموجوده في ار على شكل لايبرز. لأن يا جماعة شوف الحلو في موضوع الداتا ساينس خاصة في when it comes to coding everything is presented as a library. فراح تلاحظوا إنه في R library for visualization, library for machine learning, library for AI. وبتطلبش منك إنك يعني خلينا نحكي to go deep into the coding، إنك تتعلم كيف ال basics في الكودينج تبعات R أو ال basics في الكودينج تبعات البايثون. أوكي؟ بس انا طبعا يعني انا بشجع انكم تتعلموا البيسكس، خلينا نحكي اللي هي الار بيسكس او ليتر اون ميبي البايثون بيسكس، لانه لما انت مثلا بدك تدخل وتشوف شو داخل الالجوريثم تضطر انك لازم تكون تتعلم او تعرف كودينج اللي هو البيسكس في الكودينج. كويس. فبالنسبه للديتا اناليسيس تولز الار والبايثون هي عباره عن ليتس هيوج لايبرري، مثلا عندكم بالار حوالي 9000 لايبرري، تخيلوا كل هذول اللايبرريز موجود فيهم ايش كل الالجوريثمز وكل التولز والفانكشن اللي نحتاجهم في الديتا اناليسيس، في الديتا فيجواليزيشن، في المشين ليرنينج، في الاي اي. طبعا في عندنا هون احنا في الديتا وير هاوسنج
when it comes to data warehousing, احنا نحكي عن SQL اللي هي خاصة في databases وهدوب. طبعا هدوب it's a platform for big data. طبعا بعرفش يمكن ان شاء الله يكون عندنا فرصة ثانية لانه انا ما شفتش على فكرة في اشي في البيج داتا في الـ في الـ في الدورة. فممكن later on احنا ننظم session يعني نحكي عن البيج داتا and the use of Hadoop in data science. اوكي فهذول التولز هم طبعا اللي بتعلم تولز اكثر هو راح يبدع اكثر في موضوع الداتا ساينس. تمام. الان الداتا ساينس لايف سايكل كمان مهم جدا نتعلم الداتا ساينس لايف سايكل. اني الستارت اوف اني داتا ساينس لايف سايكل اور داتا ساينس بروجكت ستارت وذ فورمولييتنج ا كويستشن اند ا نيد. لازم انا يا جماعه انطلق من مشكله حتى احلها. حتى عشان هيك لما حكيت لكم عن الجيت هاب هم they initiate ال data science project by a problem or a request or a need. أنا بدي أعمل هيك هيك. أوكي أنا أعطيكم مثال. مثلا إحنا الآن حاليا في المجتمع الفلسطيني بنعاني من مشكلة الشيكات الراجعة. كويس. طب فيش إمكانية إنه أنا أعمل algorithm أتوقع مين بترجع شيكات ومين بترجع الشيكات ومين يعطيه دفتر شيكات ومين ما يعطيهوش إلى آخره. كل هاي الشغلات بنعتبرها إيش؟ عبارة عن أسئلة أو need اللي بتبدأ فيها اللي بيبدأ فيها الداتا ساينس بروجكت. Once the question is formulated نيجي على المرحلة الثانية لمرحلة الداتا acquisition. لازم أحصل أنا على الداتا. طبعا الداتا ممكن تكون primary data يعني أنا أبنيها أو أنا أجمعها من خلال questionnaire مثلا أو تكون secondary data. secondary data بتكون داتا موجودة سواء كانت social media سواء كانت مثلا log records مثلا في بنك او في شركه او الى اخره. شو بعمل فيها انا؟ هاي بعمل لها شيء بسميه انا بري بروسيسنج وهذا حكينا عنه يمكن بشكل مختصر بالبدايه. البري بروسيسنج هو ممكن نسميه كمان داتا كليننج. هون عم نسمينه عندكم على فكره رانجلينج. شفتوا الرانجلينج اللي هو الموديول رقم 7. الرانجلينج هو عباره عن الداتا بروسيسنج. كيف انا اعمل داتا رانجلينج او داتا بري بروسيسنج اني انظف الداتا وتكون الداتا جاهزه اني ابدا ابني منها موديل. Once the data is pre processed بعمل انا شيء بسميه انا data exploration. يعني فبالتالي بعمل لي statistical analysis, descriptive analysis بعمل visualization بشوف كيف الترند في الداتا. الان بتعلم انا من الترند في الداتا ان احدد شيء بنسميه احنا في الموديل بيلدينج الفيتشرز. شيء هي الفاريبلز او الفيتشرز اللي انا بدي اخذها بعين الاعتبار حتى ابني موديل يقدر يعني يعمل لي بريدكشن. بعدها طبعا بنتقل على المرحله الثالثه او الرابعه اللي هي موديل داتا موديلنج. هون بدي اضطر اروح على الالجوريثم اختار الجوريثم اما ماشين ليرنينج الجوريثم او اي اي الجوريثم او ديب ليرنينج الجوريثم وابني منها الموديل. الان الموديل يا جماعه لما ببنيه انا بدي اعمل له تيستينج او شيء بنسميه احنا فيريفيكيشن تتاكد انه هذا الموديل ماله مزبوط او ممكن انه يساعدني. الان بالحاله هاي انا بقسم الداتا تبعتي لقسمين شيء بسميه تريننج داتا وشيء بسميه تيستينج داتا. ببني الموديل انا بالتريننج داتا بعدين بعمل له تيستينج بشيء بنسميه تيستينج داتا. هذا بيعطيني نوع من الفاليديتي اللي هو يعني بحدد انا قديش الموديل هذا فاليد اني استخدمه عشان اعمل بريدكشن. الخطوه اللي بعدها هي البريدكشن. البريدكشن هو اذا انا اعطيتك او اخذت مثلا داتا مثلا ما دخلتهاش بالموديل اوكي الان دخلتها على الموديل اللي بنيته هاي بتقدر تعطيني بريدكشن في الفيوتشر. هل هذا الكاستمر راح ترجع شكاته ولا ما ترجع شكاته؟ هل هذا الكاستمر راح يشتري مني ولا مش راح يشتري؟ هل راح يشتري مثلا 1000 شيكل اقل من 1000 شيكل اشياء زي هيك. بعد هيك بعمل انا كوميونيكيشن للريزلت مع مين؟ مع الديسيجن ميكرز او البزنس تيم. اوكي ماشي يا جماعه واضحه كيف الداتا ساينس لايف سايكل؟ تمام. الان النون تكنيكال سكيلز اللي بتطلبها الداتا ساينتست. في عندنا نوعين من السكيلز بتطلبوها الداتا ساينتست. في عندنا نون تكنيكال في عندنا تكنيكال سكيلز. النون تكنيكال سكيلز هي اربع شغلات اللي هي الكيوريوسيتي. لازم يكون عندك كيوريوس انك انت تصير تشوف الامور بشكل مختلف عما بيشوفوها الناس العاديين. اوكي فبدك تفكر بمشاكل بتعاني منها المؤسسه او الشركه او المجتمع تبدا تحاول انك تعمل لها حلول.
هذا بخلي يصير عندك أسئلة. هاي الأسئلة بتعمل لك إيش اللي بنسميها الكيوريوسيتي، كمان إلها علاقة بالكريتيكال ثينكينج. أوكي، سو الداتا ساينتست لازم يكون كريتيكال ثينكر، لازم يعني عنده يكون عنده قدرة إنه يربط الأمور مع بعض بحيث إنه يحاول إنه يحل مشكلة أو يحسن الإفشنسي. كمان الكوميونيكيشن سكيلز، لأنه إن you have to be able to communicate your result with the decision makers. أنت كداتا ساينتست تشتغل خلينا نحكي as a problem solver using data، الآن هاي الريزلت بدك you have to be able to communicate it with the decision makers. بالآخر يا جماعة لازم يكون عندكم deep knowledge في subject domain، يعني إذا بدك تشتغل أنت في agriculture في القطاع الزراعي في data science لازم تكون خبير أنت في الزراعة، مش خبير بمعنى الكلمة، يعني لازم تتعلم الأشياء اللي بتعمل في الطب وفي الصحة نفس الإشي، في الماركتينج نفس الإشي، في البزنس نفس الإشي. طيب الآن technical skills زي ما حكينا machine learning مهم جدا. على فكرة الآن يا جماعة الماشين ليرنينج هو الكور في أي داتا ساينس بروجرام، عشان هيك لاحظوا عندكم أنتم في البرنامج الماشين ليرنينج اللي هو رقم 9 معطينهم 32 ساعة، فهو نوعا ما يعني ضعف الوقت اللي معطينه للأوقات الثانية، فمهم جدا يكون عندكم قدرة أو technical skills in using machine learning. ماثيماتيكال موديلنج كمان، طبعا الماثيماتيكال موديلنج اهم شيء فيه لكم تفهموا مفهوم البروبابيليتي، عشان هيك في موديل هيو موجود عندكم في الـ في الـ في الـ في التريننج عن البروبابيليتي. البروبابيليتي يا جماعه مهم بشكل رئيسي في الاي اي. استاذ عفوا عن المقاطعه، بس بدي اسالك ايش الفرق بين الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس؟ الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس الفرق بينهم كالتالي. الماشين ليرنينج انا بخلي الماشين عندها قدره انها تتعلم very specific issue، يعني اعطيكم مثال، ممكن اخلي الماشين تعمل بريدكشن مين مثلا ممكن يرجع شكاته او ما يرجعش شكاته، وكنا أبني مثلاً ألغوريثم مثلاً تتوقع إنه هل هذا الشخص حيصاب هذا المرض أو لا. Very specific. شفت علي كيف؟ لكن الـ AI very general. الـ AI هو إن نخلي المشين to be able to learn، تتعلم من الـ environment وتتخذ قرار. Like على سبيل المثال like auto driving car أو self driving car. Self driving car هو عبارة عن أحد تطبيقات الـ AI. فأنا بخلي الماشين أوكي اللي هي السيارة تدرس الانفايرومنت كلها وتتعلم الانفايرومنت وتتخذ قرار. تيك أكشن يعني هو تيك أكشن الفرق. لا both of them we have take action in both of them. لكن ال AI general knowledge general learning أوكي أو cognitive ability، لكن الماشين learning very very specific. أوكي. طيب فلازم كمان نتعلم الماثماتيكال موديلنج اللي هو زي ما حكيت لكم له علاقه بالماثماتكس والبروبابيليتي ستاتستكس، مهم جدا نتعلم ستاتستكس عشان نتعلم كيف نعمل اللي هو الاكسبلورينج او اكسبلوراتوري داتا اناليسيس. كمبيوتر بروجرامينج مهم جدا نعرف كودينج، طبعا راح تتعلم ان شاء الله ار، طبعا اهم شيء الان اكثر شيء فيري كومن اللي هو الار والبايثون. الداتابيس مهم جدا تتعلموا داتابيس بس كود بي ليتر اون اوكي، لانه انا بصراحه مش شايف في عندكم مثلا هيك شيء له علاقه بالداتابيس، ممكن يكون بالار شيء له علاقه بالداتابيس، بس ليتر اون يو هاف تو بي ايبل تو اولسو نو اور ليرن مور اباوت داتابيس سو ذات يو كان يوز داتا ساينس ان ا داتابيس. طيب الرولز اند ريسبونسابيلتي اوف ا داتا ساينتست خلينا نمر عليها بشكل سريع. اول شغله يا جماعه يو هاف تو بي ايبل تو ايدنتيفاي ذا بروبلم اوكي ذات اوفر ذا جريتست اوبورتونيتي تو ذا اورجانيزيشن، تشوف شو هي المشكله اوكي okay. وتشوف كيف انه الداتا اناليتكس او الداتا دريفن سوليوشن ويل سولف ذا بروبلم. بعدين لازم يو هاف تو بي ايبل تو خليني اشوف انا بسجل هي بسجل لازم يكون عندك برضه يكون عندكم فكره كيف تحددوا الداتا سيت، تحددوا الفاريبلز من الداتا سيت، هاو تو كولكت لارج سيت اوف ستراكشر اند انستراكشر داتا فروم ديسبريت سورسز،
You have to be able to clean and validate the data. Okay, على أساس نقدر نعمل نبني منها modeling. Apply the model, اللي هو algorithm. Okay, analyze and identify pattern trends. Okay, vintage من الموديل. بعدين interpret the result. شفتوا اللي هو بعد ما أبني الموديل بعمل أنا إشي بسميه أنا data interpretation. بعدين إنه to be able to make prediction using the model and finally communicate the result. Okay, with the stakeholders. نيح؟ طيب job opportunities in data science. طبعا الان يا جماعه انا بحكي هون بشكل عام يعني وورد وايد شو هي المهام اللي ممكن تقوموا فيها انتم as a data scientist. First of all you are supposed to do data analysis. So you are supposed to be a data analyst. Okay? Look at the organization data, analyze it, use it, use the result to answer business questions. Okay, data scientist. الان يا جماعه الفرق بين الداتا اناليست والداتا ساينتست، الداتا اناليست concern only about analyzing the data. لكن الداتا اناليست او الداتا ساينتست concerned about the problem, concerned about the data engineering. ايش بنسميه data engineering؟ هيو. الداتا engineering هو الشخص اللي بجهز الداتا حتى نقدر نبني منها موديل. كويس؟ على كل حال يعني هاي التقسيمات هاي موجوده بالشركات الكبيره بس انتم الان في السياق الفلسطيني خلينا نحكي او المؤسسات الفلسطينيه لازم يكون عندكم قدره انكم تكونوا تشتغلوا as a data analyst, data scientist, data engineer, machine learning engineer, quantitative analyst, data warehouse architect, business intelligence analyst, statistician and system analyst. تخيلوا طبعا هذول فيهم شغلات كثير بتتداخل مع بعض بس انا حبيت اعطيكم فكره عن انه حتى الداتا ساينس نفسه as a profession اوكي في كمان انه في منه سب كاتيجوريز اوكي في ماركتنج اناليست في فريلانسر. الفريلانسر هو شخص هي ذا داتا ساينتست اوكي طبعا هو بيفتح مكتب او بيفتح شركه وبيبدا يعمل تحليل لأي حد أي كاستمر بده تحليل مثلا بنك سوبر ماركت مثلا ان جي او مؤسسة حكومية الى اخره. This is called freelancer. اوكي طيب خلينا الان اخر موضوع نحكي عن الداتا ساينس ابلكيشن. الان انا اخترت لكم زي ما حكيت لكم اللي هو موضوع الماركتينج موضوع الانرجي الهيلث كير اعتقد في موضوع اخر. بالنسبة للماركتينج في عنا مثلا ممكن نعمل شيء بنسميه كاستمر سيجمنتيشن. يعني انا عندي كاستمر بيس اوكي الان هذول كاستمر بيس بدي اعمل لهم سيجمنتيشن يعني اقسمهم لجروبس. ممكن اقسمهم لجروبس بيس اون ذير اكسبندشر قديش بصرفوا. ممكن اقسمهم بيس اون ذير لوكيشن. ممكن اقسمهم بيس اون ذير نمبر اوف فيزيتس. في عندي انا طرق كبير جدا جدا يعني اني اعمل شيء بنسميه كاستمر segmentation اللي بأهل الشركة إنها to make more purchases, to make more profit and to be more let's say competitive and so on and so forth. Real time analysis. هاي real time analysis جدا جماعة مهمة في الماركتينج. الآن هم الشركات الكبيرة مثلا شو بيعملوا؟ بيعملوا analysis لل purchases أو لحركات ال customers on time on real time. فإذا نقص منتج معين مثلا ببادروا بغطوا. Okay. إشي مهم جدا. They call it real time analysis. Okay. Predictive analytics حكينا عنه كمان تذكروا حكينا عنه في لما نبني موديل إحنا فالموديل هذا بيأهلني إن نعمل prediction. ممكن أتوقع كديش أنا بحتاج بضاعة في الفترة الجاي. شو هي المنتجات اللي أطلبها؟ كيف أعمل مثلا كيف يسموه حملات؟ كيف استهدف كاستمرز اند سو اون. This is called predictive analytics. بعدين recommender system or recommender engine. Recommender engine يا جماعه is very very popular nowadays. بتعرفوا اكيد نتفليكس مثلا امازون بتعرفوا مثلا لما تدخل على امازون بدك تشتري مثلا لابتوب بجيب لك ايش؟ list of recommendations. تدخل على مثلا تشتري كتاب بجيب لك list of recommendations. طبعا بناء على ايش؟ بناء على برضو machine learning أو data science algorithm. market basket analysis برضو هذا إشي موضوع مهم جدا يا جماعة.
الآن كل حد بيشتري مثلاً لما بيشتري شغلات مع بعض إحنا منحللها ونصير نعرف مثلاً إنه مثلاً هذا الشخص إنه أو الكاستمرز هذول بيشتروا هذول الشغلات مع بعض مثلاً زي ما رح أورجيكم لقدام شوي. هاي من الشغلات اللي اكتشفوها هيدن إنه اكتشفوا مثلاً إنه الناس في الويك إند طبعاً هذا مو نعمل في أمريكا بيشتروا دايبرز وبيشتروا بير كمان اللي هو دايبرز البامبرز بيشتروا بيرة كمان معها. أوكي فهاي حقيقة يعني اكتشفوها وكانت جدا مهمة. فشو صار يعملوا مثلا إحدى الخيارات أنهم يحطوا البيرة جنب الدايبرز كويس بلاش يتغلبوا ويدوروا عليه أو يبعدوها عنه عشان يكون عندهم إمكاني أنهم يمروا على الرفوف في السوبر ماركت ويشتروا شغلات ثانية. أوكي لاحظوا في قرارات كثير ممكن تتخذ بناء على الماركت باسكت اناليسيس. اوكي يعني مثلا اي واحد بيشتري مثلا اي دون نو بيشتري مثلا خلينا نحكي بالنسبه ان ببلادنا بيشتري مثلا حمص ممكن يشتري معه ايش زيت مثلا اوكي فلافل اوكي او فلافل اوكي فلافل ممكن الفلافل بس المشكله مش موجود بالسوبر ماركت ممكن يوفروا فلافل مثلا شفتوا كيف إلى آخره. This is called market basket analysis. أي بالنسبة للإنرجي جماعة لاحظ الإنرجي ليش في الدول المتقدمة بيقطعش الكهرباء لأن يعني في عندهم بيستخدموا data science algorithm to make something called failure probability modeling يعني بيعرفوا بالضبط وين راح يصير failure في الـ في الـ في الـ في الإنرجي فبيحاولوا قدر الإمكان يتجنبوها. outage detection and prediction. outage اللي هو زيادة الطلب على الطاقة. أوكي مثلاً لما بتعرفوا لما بتشوب الدنيا أو بتبرد كثير بصير طلب شغل الناس المكيفات وأجهزة التدفئة أو التكييف بصير عندنا إشي بنسميه outage. dynamic energy management مثلاً كيف وزعوا الإنرجي من منطقة لمنطقة كل هاي الشغلات ممكن نعملها إحنا بالداتا سنس. البانكينج كثير شغلات زي ما حكيت لكم مستخدم الآن بالبانكينج وأهم إشي جماعة في البانكينج إنه نعمل إحنا إشي بنسميه risk management. وعلى فكرة دير بالكم هذا الموضوع جدا مهم فأنا مش عارف يعني أنا بتخيل إنه لو حد مثلا يعمل شركة ستارت أب تعمل risk management أو تحسب الريسك أوكي خاصة for the banking sector رح يشتغل شغل مرتب. أوكي فإذا حدا منكم بفكر يفتح شركة مثلاً later on في data science هاي على فكرة أفكار رائعة جداً لأنه على فكرة الآن السوق الفلسطيني في data science is virgin جديد. فكروا هيك خلي يكون عندكم أفكار اللي ممكن تعمل منها business later on. managing customer data, fraud detection, مين اللي ممكن يدفع مين ما يدفعش مين مثلاً ممكن خلينا نحكي يعني يستخدم الفيزا كارد او الكريدت كارد بشكل خاطئ او في سرقه والى اخره. اوكي الهيلث كير يا جماعه بدي احكي لكم انا عن هذا الموضوع اللي هو الجينيتكس اند جينومكس اللي هي الجينوم مابينج. هذا على فكره يا جماعه this is a very very hot topic right now واكيد انتم صار عندكم فكره عنه وسمعتوا عنه خاصه في ازمه الكورونا الاخيره. الآن يا جماعة بتعرفوا من فترة كان إنك أنت تعمل جينوميك مابس إلك أنت لشخص معين كان بتطلب وقت وجهد كبير جدا وكان يكلف آلاف الدولارات. الآن يا جماعة يمكن إنك تعمل أنت جينوميك أو جينيتك ماب بشكل بسيط جدا وبكلفش يمكن بكلف الآن 50 دولار. أوكي كل واحد الآن بالمستقبل يا جماعة later on يعني very soon رح يحمل اللي هو الجينيتك ماب تبعته بالإضافة يربطوها بإيش بالhealth history وهذا رح يساعد إنه نعمل prediction للأمراض مثلا اللي الجينيوم تبعه هيك شكله ممكن يصاب بهذا المرض اللي الجينيوم تبعه هيك شكله ممكن يكون مثلا this مثلا prone to this disease and so on and so forth. فموضوع الجينيتك برضه موضوع مهم جدا في الهيلث كير. creating drugs مثلا predictive medicine اللي هو اني اتوقع شو راح يصيبني امراض برضه الى اخره. كل هاي الشغلات يا جماعه هي عباره عن نماذج من التطبيقات الخاصه في الهيلث كير. طيب خلينا الان بشكل سريع نحكي عن discovery of hidden pattern from data وهي امثله حقيقيه يعني انا سميتها real scenario. حكيت لكم انا عن موضوع الدايبر والبير
okay, diapers and beers. If you buy diapers, you are most likely also to buy beer. Okay, لاحظوا, a pharmacy chain found that 90 days, across 90 days of evening shopping في المساء, dozens of outlets, urban myth to some, but based on reported results. إنه people, but when they buy diapers, they also buy beers. Okay, طبعا ممكن نفسرها ونقول إنه في الويكند, people normally postpone buying diapers to the weekend and also they go and buy beers. Dull and candies, برضو هاي hidden button or hidden information. اكتشفوا ان 60% من الكاستمرز اللي بيشتروا باربي بيشتروا كمان ايش؟ كاندي بارز. Okay, this can be utilized in marketing. Stablers and reveal of hire. تخيلوا جماعة لوين وصلت الأمور فيهم. بقول لك اللي بروح بيشتري كباسي ستابلر معناته هو إيش؟ متوظف جديد. تخيلوا هاي hidden كانت وين؟ في الماركتينج داتا. فبالتالي بقول لك بيشتري كمان ممكن يشتري waste basket, scissors, paper clips, folders and so on. شو بيعملوا هم؟ بيحطوهم كل هنا دول جنب بعض عشان يسهلوا عملية الشراء. شوفوا هاي الانسايت. Mac users book more expensive hotels. في احد الشركات اكتشفت اللي هي Orbitz انه اللي بيستخدموا ابل اللي عندهم بيستخدموا ابل ديفايس بيعملوا بوكينج للهوتيلز 30% higher than اللي عندهم ويندوز انفايرمنت. اوكي برضه هاي انسايت كانت هيدن في الداتا. الان شوفوا هاي مثلا برضه this is a very nice insight. Your inclination to buy varies by time. يعني انت رغبتك في الشراء بتتغير خلال اليوم. اوكي فبقول لك الصبح ممكن عندك يكون عندك استعداد تصرف مثلا مبلغ معين، بعد الظهر مبلغ اقل، بعد يمكن المساء يكون اكثر الى اخره. This is the called inclination to buy. Your email address reveals your level of commitment. تصوروا لوين وصلت فيهم؟ يعني الايميل اللي انت عامله هل هو هوت ميل ولا هل هو الايميل تبع الاورجنايزيشن بقيس الليفل اوف كوميتمنت لك. اوكي هل انت كوميتد انك مثلا تو باي ولا كوميتد فور ا كونفرنس ولا كوميتد فور ا ميتنج اند سو اون. هابينس از هاي حطيتها انا قبل شوي على الفيسبوك. اوكي هابينس هاي طبعا من جامعه هارفارد. از كونتيجيوس ا سوشيال ايفكت. اوكي يعني السعاده تنتقل عبر البني آدمين. اوكي فشو اكتشفت جامعة هارفارد ان each additional Facebook friend who is happy increases your chance of being happy by roughly 9%. كل ما اضفت انت عندك شخص friend على الفيسبوك مسرور او سعيد راح تزيد فرصة انك تكون اسعد انت by 9%. This is also a hidden insight. Banners ad affect you more than you think. تعرفوا البانر اد الموجودات في جوجل وفي ياهو في الاخبار والى اخره، هذول انت بتفكر انه بياثروش عليك بس حقيقه هم بياثروا. والدليل بقول لك انه بعد انت ما تشوف البانر اد ال السيرش فور ذا برودكت هي increases by 249%. تخيلوا لما يحطوا البانر اد مثلا في موقع زي الجزيره ولا في موقع زي مثلا معن ولا زي القدس يحطوا بانر اد السيرش تاع البرودكت تبعهم بيزيد بالنسبه حوالي 250%. Your web browser reveals your intention. اوكي نوع الويب براوزر. على كل حال في هون عندي انا يعني few more insights بتركها لكم تتطلعوا عليها. اوكي بتعطيكم انطباع يا جماعه انه يعني وين الناس رايحين وكيف الناس بيفكروا في موضوع الداتا ساينس وشو ممكن اوجد انا وش هي الفائده اللي ممكن احققها من خلال التطبيقات هاي. طبعا والكينج لكل الامور هاي يومياً جوجل. الان جوجل سيرش ترند يا جماعه بيعمل بريدكشن لكل شيء تقريبا في العالم، سواء كانت ديزيز، سواء فاينانشال كرايسيس، سواء كانت كرايم، سواء كان كله بيعتمد على السيرش. اوكي سيرش واليوتيوب والى اخره. فهذا خلينا احنا نكتشف الباترنز وشو الناس بفكروا والى اخره. اوكي ف
طيب هيك انا بكون نوعا ما انهينا السيشن، ولو انه بالنهايه يعني استعجلنا شوي، بس مش مشكله، هاي السلايدز موجوده معكم، راح احط لكم اياها انا على الجروب، سواء كان فيسبوك ولا سواء كان اي شيء ثاني. كمان راح انزل ال ال الفيديو، بحطه عندي على الون درايف، وبحط لكم اللينك عليه على اساس تقدروا تشوفوه ليتر اون. اوكي، هيك انا بكون يعني انهيت الاشياء اللي بدي احكي عنها. اتامل ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا، وانا طبعا معني جدا زي ما هو يعني زملائنا واخوتنا في الجهاز الاحصاء معنيين جدا انها تنجح المبادره، وان نخرج مجموعه من الخبراء في الديتا ساينس اللي ان شاء الله يعملوا على انه يحسنوا الوضع، يغيروا، يعملوا ديفلوبمنت، يعملوا هيك حركه في البلد باستخدام الديتا ساينس والديتا اناليسيس. يعطيك العافية أستاذ خالد. يعطيكم ألف عافية. والله يعطيك العافية دكتور. يا دكتور. ممكن سؤال بس؟ تفضل تفضل. بس أنا عندي يعني طبعاً بتشكرك كثير، أنا مصباح المدهون. بتشكرك كثير على المحاضرة هذه، محاضرة شيقة جداً. وبعتقد موضوع الداتا ساينس يعني هو موضوع إحنا بصراحة العقل البشري بيستخدمه أصلاً في حياتنا. حتى في علاقاتنا الاجتماعية أساساً، يعني إحنا بنجمع معلومات عن الناس وهذا بيعكس تصرفاتنا للناس يعني، فهو موضوع شيق وإحنا كنا يمكن بنستعمله لكن بشكل لا إرادي يعني. تمام، بس أنا من خلال المحاضرة عندي بس أكم من سؤال بخصوص الداتا. إحنا عارفين هو القاعدة الأساسية تبعتنا في الداتا ساينس هي الداتا نفسها، صحيح؟ فأول سؤال بالنسبة لي هو بالنسبة للداتا هاي، شو مواصفات الداتا اللي احنا بنحكي عنها قاعدين؟ يعني ما أنا ممكن أجمع داتا كبيرة كتير لكن هاي الداتا ما تكون useful، يعني إيش الداتا اللي ممكن أنا أقول عنها هذه useful داتا وهذه لا useless داتا؟ الآن مصباح، الأخ مصباح، صحيح. شوف أخ مصباح، الآن أي داتا في الدنيا ممكن تكون useful، وهذا الشيء الجديد، خلينا نحكي الترند الجديد في الداتا ساينس. يعني مثلا اعطيك مثال، السوشيال ميديا كونتنت، محتوى السوشيال ميديا فيري فيري ريتش في الداتا. اليوتيوب مثلا، الايمجز اللي موجودات، بعرفش على، انا ما عنديش فكره على التطبيقات لايك سناب شات او اي دونت نو، في تطبيقات كثير لايك مثلا تويتر، كلها يا جماعه الداتا هيوج. هاي شغله. الشغله الثانيه، ممكن الداتا الموجوده في الاورجنايزيشن، فنعطيكم مثال، لو انا الان تعرف في حديث كثير عن التوجيه وفكره التوجيه وتغيير التوجيه، لو الوزاره تعطي مثلا النتائج تبعت التوجيه وتربطها مع الجامعات والخريجين وفرص العمل ويبدوا يحللوا الامور هاي، راح يطلعوا بنتائج مذهله اللي ممكن تغير، خلينا نحكي كيف الترند في موضوع التوجيهي، وكيف إن ممكن نعمل نحسن من طبيعة امتحان التوجيهي، ممكن نقترح موديل جديد نمتحن طلابنا. ففي إن existing data already موجودة، بس المشكلة ما حد مستخدمها. مثلا عندك جهاز الإحصاء عندهم tremendous amount of data بس ما حد مستخدمها، يعني أو بالأحرى مستخدمها إحنا superficial، بس إحنا بدنا نستخدم الداتا هاي عن طريق ان نستخدم مودلينج، ان نعمل انسايت. زي شفتوا كيف السلايد هاي اللي ورجيتكم اياها، السلايد اللي بالاخر نطلع انسايت غريبي. اوكي، يعني على فكره في قصه انا قراتها من فتره، بحب احكي لكم اياها، هي غريبه شوي هيك بس لها فيها معاني كثير. في شركه سوبر ماركت او بتبيع منتجات للحوامل، فاتصلت مع بنت، يعني كأنه بنت صغيرة يعني عمرها 18 سنة، أمريكية طبعاً، هي تعرض عليها منتجات للحمل. أوكي، فمش عارف يعني هل هي استشارت أبوها ولا أبوها شاف الموضوع غريب، فاستشارت غضباً أو غضب جداً. هاي بنتي، أنا لسه بنت صغيرة، كيف تعرضوا عليها أنتوا منتجات حمل؟ أوكي، فراح اشتكي عليها، اشتكي للمحكمة، وبدت إيش المداولات. الآن اكتشفت الشركة إنها البنت طبعاً بدون ما تشعر، بتعرفوا كيف المجتمع الأمريكي، بدون ما تشعر صارت تشتري شغلات بتشير إنها إيش حامل. هي مش شاعري،
يعني تخيلوا لوين، لدرجة وين الشركة هاي اكتشفت إن هاي البنت حامل بدون ما تعرف. صوروا، لأن هذا الإنسايت اللي أنا بدعو إله، إنه إحنا نروح نروح ديب، مش بالشكل السوبرفيشل. الآن أنا اللي بدي أكد لك إياه إنه الداتا موجودة، بس لازم يكون كمان اهتمام أكثر من مؤسساتنا إنها تحافظ على الداتا تبعتها، ويعني وتشغل مثلا ناس زيكم إن شاء الله تكونوا داتا ساينتست خبراء، اللي يقدر يكتشفوا الإنسايت، يكتشفوا الهيدن باتل هاي الموجودة في الداتا. أنا بس كمان معلش استحملوني يا جماعة، بس عندي كمان سؤالين بكملتش أنا، بس معلش. تفضل. صحيح كلامك يعني، وهذا الإشي أنا بعتقد بيعتمد على موضوع الكواليتي، الكواليتي للداتا نفسها. كل ما زادت الكواليتي بعتقد حيكون الديسيجن بيكون أحسن وأفضل في هذا الموضوع يعني. صح، بس أنت كداتا ساينتست لازم يكون عندك قدرة كمان إنك تنظف الداتا. مظبوط. انا هلقيت موضوع الباترن، يعني احنا دائما بنحاول في الداتا ساينس انه نوجد باترن معين. صح. للداتا. مش نوجد، احنا نكتشف او نكتشف الباترن. اوكي. احنا بنفترض كقاعده لنا انه كل داتا في العالم او كل تصرف لنا بينطبق عليه باترن معين، هذا هو الافتراض عشان نقدر نعمل هذا نكتشف. صح. الباترن اصلا. ولكن انا عندي تعقيب على هذا الموضوع بالذات، انه مثلا احيانا انا ممكن، خلينا ناخذ مثال بسيط جدا، انه مثلا انا ممكن اروح ادرس الناس، نلاقي والله الناس في خلال 5 شهور مثلا صار اهتمامها خلينا نقول بالبطيخ كتير، تشتري بطيخ كتير مثلا. لا. وبعدين ندرس بنفس الوقت هذا مثلا اهتمام الناس بالكوره، فراح نلاقي لو مثلا لقينا انه والله اهتمام الناس بالبطيخ عالي واهتمام الناس بالكوره عالي، هذا الاشي لو انت بدك تمثله كفيجواليزيشن راح ديسيجن ميكر راح يطلع، راح يلاقي انه والله لا، في علاقه ما بين البطيخ وما بين الكره، انه الناس تهتم بالكره، لكن مش ضروري انه يكون في علاقه. يعني هذا يعني زي ما بيقولوا مش ضروري انه هذا سبب هذا. فهذه هذه النقطه بتحصل كثير، مهم جدا، بتحصل كثير. صح، في الساينس مهم جدا، بتحصل في الداتا ساينس. بس عشان برنتيك المجال لحد ثاني ممكن يشارك، بس بدي اعلق بشغله مهمه. في جماعه فرق ما بين الاسوسيشن والكاوزيشن، معي انتم؟ يعني ممكن يكونوا حدثين معينات اسوسييتد وذ ايتش اذر، لكن ما يكونش في بينهم كاوزيشن. يعني اعطيكم مثال، في مثال كثير بضربه، نوت كوست. ايوه بالضبط، they are not causing each other. مثلا ممكن يكون في علاقه ما بين، مش علاقه، اسوسيشن ما بين انخفاض الاسهم في مثلا ناسداك في السوق الامريكي وما بين مثلا اسعار الخبز في بنغلاديش. هذا المثال اللي داون بضربوه، او مثلا بعرفش طب شو العلاقه. في نظريه هاي الدكتور، في نظريه لها بش ببالي هسه، بس هذا تفضلت فيه يعني نظريه وعلم موجود، طب بدورها ان شاء الله ببعث لك اياها، بس هذا يعني في شيء موثق بهذا الخصوص. تفضل. تمام، بس هي القضية يعني بدي اياكم تفرقوا ما بين الاسوسيشن والكاوزيشن. الاسوسيشن هي مهمة الداتا ساينتست، بس مهمة الماشين، مهمة الالجوريثم، بس الكاوزيشن مهمة الداتا ساينتست. انت لازم تكتشف what causes what. ممكن يكون يا جماعة في ايش hidden relation، يعني ها A causes B و B causes C و C causes D و D causes E و E causes F، بالتالي بيطلع عندي ايش؟ انه A is associated with F. اوكي. Not always يعني، not always بعتقد يعني ممكن. بس بدي اعلق على الموضوع انه في كمان مثال بخصوص هذا الموضوع، اللي هو بيحكي لك لاحظوا بالسوبر ماركت على شغلة ترتيب البضاعة، اوكي؟ فانه بيحكي لك مثلا بيحطوا الزبدة وبيحدها العسل وبيحدها نوع معين من الخبز، اوكي، بترتيب للخبز، لانه ماما بيحكوا بترضوا انه انا كمستهلك لما افوت على السوبر ماركت ممكن اشتري اول شيء عسل، بعدين اشوف حدها في زبدة فاحكي اوكي معناه يمكن اكل عسل وزبدة وهي الخبز بحدها، فهيك هم زي كانهم بيروجوا للبضاعة اللي عندهم بطريقة غير مباشرة. بين هاي الموضوعين، عرفت علي؟ فعليا هو الاشي كثير واقعي، وبالضبط انهم هم كيف بيلعبوا على العقل الباطن الواحد، انه هو ما بينتبه انهم عمالهم بيسوقوا لبضاعتهم، بس ان ترتيب للخوف
على طول المستخدم بصير يشتري هاي الشغلات اللي قدامه بدون هو ما يكون واعي. انا بتفق معاك 100% يعني بدون وعي، بدون وعي منا يعني. احنا على فكره تعرفوا شو اللي بتفاعل اللي بيتخذ قرارات بالحاله هاي هو السب كونشس مايند، العقل الباطن. بالضبط، في قرارات واجراءات احنا بنعملها بتخذها العقل الباطن. هلا كان في دراسه مره كنت حضرتها بوركشوب انه كان مثال بيحكي انه ملاحظوا ليله الخميس بيجي رب المنزل بيشتري حليب وفوط للبيبي مثلا سيريلاك وكذا، بعدين بيشتري مشروب كحولي لانه هو فاجوا شافوا ايش العلاقه فبيحكي يوم الخميس. حكينا قبل شوي بالضبط، فهي نفس الاشي يعني. هو انا قصدي عن موضوع المسليدنج، يعني هل انا وقت اشرح اكتشف المسليدنج في البيانات، قديش انطباق الباترن على البيانات؟ هو هذا السؤال، هو هذا نص السؤال، انه كيف بدي اعرف انه الباترن هذا منطبق، قديش نسبه انطباقه على الدراسه تبعتي. مثلا في كتير دراسات بتظهر قاعده مثلا بجمع مجموعه من المرضى بدرس عليهم او على البيانات اللي بياخذهم منهم مجموعه من الاشياء، ممكن يوصل لشغلات معينه لكن تكون مسليدنج. في كتير دراسات طلعت وعاود انسحبت بسبب هيك شغله. فانا هذا الفكره اللي انا بحكي فيها بس يعني. اوكي، شوف الباترن ممكن يكون خلينا نحكي مش لوجيكال او ريزونبل، يعني doesn't make sense for us، بس هو موجود. كويس، لا هاي شغله. الشغله الثانيه ممكن على فكره يا جماعه الباترن بيتغير باستمرار، ديروا بالكم انتبهوا، عشان هيك في دائما حاجه للديتا ساينتست باستمرار. مش معناته اني اكتشفت انا انه في عندي باترن معين بين منتج ومنتج او زبون ومنتج انه خلاص هذا راح يستمر على طول. نو يس، ذس كونتينيوس. عشان هيك شو يسمينها يا جماعه احنا داتا ساينس لايف سايكل، هاز تو بي فيدباك، يعني في فيدباك. يا بالضبط، بعد ما ابني الموديل لازم ارجع من جديد واخذ داتا وارد احلل واعمل اكسبلوريشن والى اخره. يس عفوا، بس تعليقا على النقطة اللي حكاها الأستاذ، في برضه أساليب إحصائية في الموديل، يعني أنت الموديل لما بتعمله ما بتنشى خلص، إنه ممكن تشوف بأساليب إحصائية إذا في مالتي كونياليتي عندك في النموذج أو في بالضبط. يعني هذا الشيء بفيد كتير. هذا ما هو كله إشي بنسميه الموديل بيلدينج، يعني الموديل بيلدينج لازم مش هو وان ستيب، لا في يعني عدة خطوات في الموديل، حتى أتأكد إنه الموديل إز خلينا نحكي فاليد وان كان بي يوز فور بريدكشن. ثانك يو. اني ممكن سؤال؟ تفضل. بدي اسال بالنسبه للجانب القانوني والعقلي للداتا ساينتست، يعني هو انت اعطيت مثال البنت الامريكيه، طب هذا هل هو قانوني اني اخذها هاي واستغلها وهي عرب؟ هاي على فكره قضيه البرايفسي كثير مشغل الراي العام. تعرفوا في توجه أوروبي مناقض للتوجه الأمريكي، يعني الأوروبيين جماعة very strict in using the. أقولكم أسألكم سؤال بالله، ليش الصين مانعة جوجل من بلادها؟ ليش؟ عشان الداتا. أيوة عشان الداتا، لأنه على فكرة جماعة جوجل عندها زي ما حكيت لكم البداية كل أسرار العالم. جوجل بمنتجاتها وبالسمارت ديفايسز تبعتها عندها منتجات العالم كله. وعلى فكره دير بالكم يا جماعه جوجل برضه شو اللي بيميزها؟ جوجل الالجوريثمز تبعتها اللي بتستخدمها في الداتا اناليسز وفي السيرش وفي الريكومنديشن ما حد بيعرف عنها اطلاقا. تعرفوا زي ايش؟ انا بشبهها زي الاسرار تبعات الكوكا كولا. كويس، ما حد بيعرف شو بتستخدم جوجل. على فكره جوجل بال2004 يمكن هيك اطلعت شوي من اسرارها اللي عملنا منها، اللي عملوا منها اللي هو موضوع البلاتفورم تبع البيج داتا. هدوب هو احد يعني احد النتائج اللي عملوها الكوميونتي نتيجه انه جوجل انفيل ون اوف ذير برودكت. بس شو اللي بيعملوا ما حد يعرف. الان بامريكا قانوني، يعني تعتبر شغلة قانوني انك تستخدم الداتا الموجوده في السوشيال ميديا، لانه اصلا انت لما دخلت على السوشيال ميديا انت بدون ما تعرف انت وقعت على تعهد انه تخليهم يستخدموا الداتا تبعتك.
منشان هيك دكتور الداتا بتباع في العالم، يعني في شركات بتبيع داتا. طبعا داتا بتبيعها مع اليوزرز مع في من فترة حاكموا فيسبوك انها قدمت لحملة انتخابية في لاحد الاحزاب، قدمت له معلومات المستخدمين تبعينها انه كيف برضه يروج لحاله، وكان ترامب برضه متداخل في القصة انه يعني استخدم معلومات. فكرة جماعة بعدين الشغلة الثانية المهمة لازم تعرفوها، السوشيال ميديا ممكن تعمل مانيبيليشن للناس. يعني مثلا السوشيال ميديا ممكن مثلا خلينا نحكي لكم مثال، كيف ممكن شيء بيسموه بريوتيرايزيشن، يعني تعمل بريوريتي لشغله. مثلا اعطيكم مثال، مثلا افرضوا من بدها تعمل مثلا حمله لترامب، شو بيعملوا هم؟ اي خلينا نحكي هذا بوست بدعم ترامب بخلوه يظهر عندك مباشره. انت طبعا ما بتشعرش، انت يا حيالله يا عباره عن مسجز عباره عن بوست بيجين عندك يعني، بس هم معنيين انه مثلا خلينا اعطيكم مثال، كل الناس المؤثرين مثلا على سبيل المثال بعرفش قاده المجتمع مثلا المدرسين الاطباء المهندسين المحاميين بدهم ياثر على الراي العام تبعهم. طبعا هم عارفين انه هذا الانسان محامي، هذا الانسان مثلا بوليتيشن، شو بيعملوا هم؟ البوستات اللي بيحبوا انها اللي ممكن تاثر على الراي بخلوها تيجي مباشره قدام اساس انه يقراها ويتاثر فيها. ممكن يعملوا مانيبيليشن للراي العام. على فكره يا جماعه الشغلات اللي بتحصل في عالم السوشيال ميديا يعني لا يمكن تتصوروا قديش مهمه، هي الان بتعمل مانيبيليشن لكل الدنيا. انا هيك تخيلوا. طبعا هاي الشغلات اللي ممكن حد يستفيد منها انه يعمل داتا اناليسيس ويفهم شو اللي بصير. ماشي يعطيك العافيه دكتور، انا بس حابب اسال بعض الاسئله يمكن بعيده شوي عن النقاش وفي صلب موضوع المحاضره. بدي اسال يمكن انت لما من خلال عرضك للمحاضره بين انه اكثر ناس ممكن يكون يدخلوا في هذا المجال اللي عندهم خلفيه مثلا اللي مخلصين هندسه كمبيوتر او كمبيوتر ساينس او انفورميشن تكنولوجي بيكونوا اقدر للتعامل مع هذه، خصوصا يمكن انا فتحت على كورس الجامعه العربيه الامريكيه ولقيتها يمكن منبثقه من الهندسه والعلوم الطبيعيه. هل يعني انه لما يكون واحد تخصصه اي تي بيكون اقوى او افضل للمجال من التخصص الثاني او لا؟ هذا بالنسبه للسؤال الاول. لا. السؤال الثاني، احنا عارفين اللي بتدخل في الداتا ساينس اللغات اللي مشهوره في الداتا ساينس هي الار والبايثون. تمام. احنا حناخد بالار، لكن البايثون انا من خلال بحثي لقيتها انها هيك متصدره داتا ساينس. يعني بقول لك لو بدك تدخل على الداتا ساينس من افضل اللغات هي لغه البايثون، هي الافضل وهي لغه الامور. هل احنا ممكن نتعلم لغه البايثون بجانب لغه الار، ولا لغه الار ممكن تكفي؟ معني انا شفت كثير مقارنات بقول لك يعني في لهم اللي التخصص اللي له باك جراوند في الاي تي لا يدرس بايثون وغير من هذه الامور. الامر الثالث، السؤال الثالث، يمكن في مجال الجامعه العربيه الامريكيه والهذا، هل الحين احنا ممكن هذا التخصص يعني بعد ما نخلص الكورس اللي احنا هالحين بصدده، هل هذا بيحلنا مثلا ناخذ الماستر في علوم البيانات من الجامعه العربيه الامريكيه، او ممكن نسوي يتقلل علينا بعض الكورسات في ماجستير في علم البيانات وتحليل الاعمال؟ هل هذه يعني يعني خليني اجاوبك انا من شو اسمه من بدايه من السؤال الاخير. على فكره برنامج الماستر تبع الداتا ساينس انا المسؤول عنه بالجامعه، يعني انا البروجرام مانجر. كويس، هذا مبشر انه ممكن ناخذ شهاده ماستر. اما هل انه يعني الدوره بتغني عن الماستر؟ اعتقد الاجابه لا، بس انا بدي اسال يعني اداره الجامعه وكليه الدراسات العليا، لانه المساقات الموجوده في الماستر يعني فيها اختلاف شوي. على فكره الماستر تبع الجامعه العربيه الامريكيه الترند تبعه هو البزنس، يعني هو داتا ساينس ان بزنس، عشان هيك مسمينه داتا ساينس اند بزنس انتليجنس او بزنس اناليتكس. انا عمال فاتح على المساقات فيها احصائيات الاعمال وتحليل الاعمال والامور هيك، يعني من ضمن جزء برضه اللي احنا حناخده يعني. صحيح. بس طبعا يعني بتصير القضيه رسميه او قضيه كيف يعني او ممكن ناخذ بعض الكورسات وفي الاخر نكون عندنا ماستر، يعني ما احنا درسين والله يعني تعملوا تجسير، بسموه تجسير.
ايوه تجسير لبعض المواد. طيب خلينا ندرس اسمه خلينا ندرس هاي الشغله ما اداره الجامعه. والله ممتاز والله يا ريت يا دكتور لانه فعليا تسمح للمداخله. تمام خلينا ندرس الموضوع مع اداره الجامعه. دكتور بس تسمح للمداخله صغيره. يعني كلنا يا دكتور يعني الاغلب بيشجع على هاي الفكره صراحه لانه بما انه احنا دارسين ويكون معنا شهاده ماستر بهذا المجال فشيء كثير. أنا جماعة بوعدكم إن شاء الله راح أطرح الموضوع مع الدكتور وليد ذيب اللي هو المستشار الأكاديمي مع الدكتور عبد الرحمن أبو لبدي عميد الدراسات العليا ومع إدارة الجامعة أعرض عليهم وجهة نظركم وإن شاء الله خير يعني إن شاء الله خير. والدكتور حسام يمكن معنا وحيدعم في هيك موضوع لأنه بقول لنا ما تقلقوش من المصاريف المالية والأمور هذه. دكتور بس مش الموضوع اللي انه يتحول هذا الكورس لدرجة ماجستير. انا شخصيا بتمنى يعني بصير واحد معه اكثر من درجة مية بس طبيعة شغلي في التعليم العالي بتوقع انه الجزء الاساسي راح يكون لازم يكون اي كورس حاليا يعتمد او فيش عندنا حتى اللحظة نظام تعليم الكتروني او بعد معتمد حتى اللحظة. وبالتالي يعني هذا احد المشاكل راح تكون. بتمنى بس انه يتحول هذا الكورس لماجستير وبتمنى انه تسرونا فيه يعني انه والله انا زي ما وعدتكم على فكره يا جماعه راح احكي بالموضوع الان. خليني بس اعلق على موضوع البايثون والار الان يا جماعه. شوفوا زي ما حكى احمد موضوع ال the most popular or the most common programming languages or coding tools اللي هي البايثون والار. شوفوا الفرق بينهم كالتالي. الار is specifically designed for data science. كويس؟ ففيش فيها يعني أشياء إلا فقط يعني libraries و functions و modules كلها بتصب وين في data science. البايثون هي is a general purpose programming language. جزء منها صار في وين في يعني جزء منها توجه في اتجاه data science فصار إنه خلينا نسمي بايثون كوميونيتي اللي بتركز بشكل رئيسي على انها تبني لايبراريز في الداتا ساينس. الان مين اشهر ومين خلينا نحكي اقوى والى اخره. انا بتخيل حاليا انه the two programming languages are equivalent. اوكي الان تعرفوا جماعه شوفوا بيعتمد الموضوع على الكوميونيتي مين الكوميونيتي تبعتها اقوى. اوكي الان شوفوا البايثون انا برايي is taking over لانه الكوميونتي تبعتها بتكبر بشكل رهيب جدا. اوكي فعشان هيك النمبر اوف لايبراريز النمبر اوف فانكشنز ار انكريزنج. بس بنفس الوقت كمان الار كوميونتي is very very active and they are producing more libraries and more functions. الان يا جماعه شوفوا الحلو بالموضوع اذا تعلمت ار ولا أسهل عليك إنك تتعلم بايثون. إذا تعلمت بايثون ولا أسهل عليك إنك تتعلم آر. أوكي؟ يعني أعطيكم مثال. أنا شخصياً بعرف بايثون. أنا بستخدم بايثون في الداتا ساينس. الآن من خلينا نحكي من أسبوعين صرت أطلع على آر. تعلمت آر مباشرة just like that. أوكي؟ لأنها نفس الفكرة يعني أنا بتخيل إيش البايثون كوميونيتي بتعلمه من الآر. لأنه الآر قبل. الترند اللي موجود في الكودينج في الار الان بنعكس بالبايثون فهم نوعا ما ايش ايكوفالنت. بس مين اللي راح يفوز بالنهايه مش هاي قصتنا. القصه انه نتعلم احنا الكودينج تكنيكس ونتعلم نعرف عن اللايبرز بشكل اعمق وبشكل اكبر اللي نستخدمه في الداتا في الداتا اناليسيس. يعني اذا انت فيري يعني بروفيشنال داتا ساينتست رحت حكيت لهم انا بستخدم الداتا ساينس بالار بقول لك لا متاسفين بدك ايش من هويتك بايثون. ما اعتقد هذا الكلام يصير. كويس انا حتى الوظائف اللي شفتها دكتور على النت بقول لك لازم الار والبايثون تكون انت عارف. يعني انا بحكي لكم يا جماعه اقول لكم شغله انا بوعدكم ان شاء الله اذا صار في مجال خلال يمكن 3 ساعات بعلمكم البايثون راح تتقنوها زي الار بالضبط ان شاء الله. اوكي لانه القضيه كيف القضيه قضيه يعني فقط انكم تتعلموا الفانكشن وتتعلموا مين اي لايبراري تستخدم وشي الفانكشن اللي بداخل اللايبراري. بعدين اقول لكم شغله جيب اسم اللايبراري حط انت هيلب بقي كل الفانكشن والميثودز والموديلز الموجوده في اللايبراري اختار اللي بدك اياه.
بتأثر طبيعة التخصص للشخص؟ يعني إحنا مش كلياتنا آي تي أو بنعرف أوكي، ما هي النقطة الثالثة اللي بتعلق عليها الآن يا جماعة. شوفوا بالنسبة ل هل الناس هل لازم يكون عنده آي تي باك جراوند؟ The answer is big no، مش شرط. تعرفوا جماعة أنا بشو رأيي؟ أنا برأيي إذا أنتوا تعلمتوا الداتا ساينس بدون كمبيوتينج باك جراوند أحسن مما تتعلموا with computing background. تعرفوا ليش؟ لأنكم راح تكونوا بيست بلغات البرمجة اللي بتعرفوها، اللي هي C++ والجافا سكريبت والHTML وإلى آخره وإلى آخره. هذول لغات البرمجة بيختلفن كلياً، الفلسفة تبعتهم بتختلف عن فلسفة البايثون، وراح أظلكم متأثرين فيها، عفواً البايثون والآر. لكن إذا أنتوا تعلمتوا من سكراش راح تتعلموا with data with راح تتعلموا كودينج with data science minded. هتكون عندكم تبنوا النوليدج تبعكم في البايثون والآر using data science with data science trend. منيح؟ هاي الشغلة. الشغلة الثانية الآن يا جماعة، المهم بصراحة مش إني أتعلم أنا كودينج ولا إني أحفظ libraries أو أعرف لازم، بقدر ما هو how professional I will be in analyzing the problem. تذكروا الـ critical thinking والـ problem solving skills اللي حكيت لكم عنهم، دول هن اللي بميزن a good data scientist from a bad data scientist. مش إنك تحفظ لي الكود كويس أو تحفظ الـ library أو تعرف تطبقها، لا، كيف تفكر؟ هاي الكيس بدها هاي اللايبراري بدها هذا الفانكشن، هذا الفانكشن وهاي الالجوريثم ما زبطتش، والله ممكن الالجوريثم الثاني تزبط اكثر. شفتوا؟ فالكريتيكال ثينكينج والخبره والتجارب والى اخره هي اللي بتفرق. اوكي، شكرا يا دكتور لك، مش عارف انا هيك تخلصت. اوكي شكرا، العافيه. حد ثاني عندك؟ يعطيك العافيه يا دكتور، الله يعافيك. اوكي خلاص، اول حاجه مشكور على المعلومات القيمه اللي خلال المحاضره. الله يخليك، تسلم. معي دكتور؟ معك يوسف عبد النبي من قطاع غزه. اهلين يوسف. في بدايه المحاضره حكيت حتتعامل مع داتا بيج داتا، يمكن تصل حجمها بالجيجا وبالتيرا. طب بالنسبه لما نعمل مودلنج لهذه الداتا ست، يمكن نقعد معي يوم او يومين او ثلاث او اسبوع يمكن خلال نعمل مودلنج للداتا ست. لكن كديفايس بالنسبه اللي بيملكه اي مهندس او اي شخص، مش حيكون مواصفاته عاليه اللي يتحمل المودلنج. هل في بلاتفورم معينه راح نشتغل عليها، ويب سايت مثلا انه بيساعدني او بيعطيني امكانيات بالنسبه لرام او سي بي يو او جي بي يو ان اتعامل مع الداتا ست؟ شوف يوسف، اول إشي بالنسبه ان احنا في فلسطين، في يعني خلينا نحكي في السياق الفلسطيني، ما اعتقدش انه يكون عندنا يعني such a huge data اللي ممكن نحتاج احنا نستخدم، خلينا نحكي يعني إشي له علاقه مثلا اللي هو ملتي كور بروسيسنج، اللي هو الكلاود بروسيسنج والجي بي يو الى اخره. كويس، هاي شغله. الشغله الثانيه، الان هاي الشغلات يا جماعه كلها متوفره through the cloud. يعني اذا انت عندك انترنت كونكشن بتقدر انت تستعين بكثير بلاتفورم. طبعا البلاتفورم المشهور جدا جدا هو هدوب. طبعا هدوب هو البلاتفورم تبع البيج داتا. يعني بعرفش هو مش موجود عندكم بالتريننج، بس يعني ممكن نعمل عليه وركشوب، ممكن نعمل عليه برضه هيك نعطي عنه شوية معلومات. بس هدوب ممكن يعمل تمام. بس أنا يعني بحس عن هذا الموضوع، لقيت في موقع جوجل يعني بيديني شو اسمه ريكوير، بيديني مواصفات منيحة بالنسبة لرامات تصل 16 جيجا، وبتعامل مع الجي بي يو أو التي بي يو كمان. هل إنه إحنا يعني كداتا ست شو المنافسات اللي عليه؟ أعتقد إنه مش رح يكون في مشكلة، يعني سواء استخدمنا جي بي يو سواء استخدمنا، زي ما حكيت لكم في كلاود سيرفيسز كثير الان، انترنت بيس سيرفيسز اللي ممكن تحل الاشكال هذا. اوكي، بس احنا يعني بالبدايه رح نتعامل بشكل رئيسي مع خلينا نحكي مانجبل داتا. اوكي، اني اذر كويستشنز، اني اذر ريمارك؟ بس تعقيبا على سؤال اخونا يوسف رمضان،
في كثير من الموجودة ككاجل وغيرها اللي مسويها، حتى جوجل في عندها منصة خاصة في الداتا ساينس، بس أغلبها بتستخدم البايثون. يعني لازم أنت بدك تسوي تحليل للداتا ساينس من خلال البايثون. جوجل موفر. يا جوجل تستخدم بايثون. مزبوط. جوجل تستخدم بايثون. الأمر الثاني تديك إنك تسوي أناليسز لعند 45 دقيقة. بعد هيك بدك يومين ثلاثة أربعة بتديك البروسس اللي أنت بدك إياها بس مدفوعة. بالضبط. بعمل فري لا بس في كموقع كجوجل كولاب. كولاب هذا الخاص بجوجل برضو بيديك محدودية البروسس اللي أنت بدك إياها. بدك أي إشي كولاب أو كاجل لازم أنت في يعني بيانات بسيطة، لكن بدك بيانات كتيرة تتعامل مع بيانات كتيرة وتأخذ بروسسنج يومين وثلاثة بتكون مدفوعة، لأن بتديك مثلا لعند 7 ساعات أو 8 ساعات. طيب اسمعوا جماعة، خلينا بالضبط بالذات في جوجل كولاب، خليني أقترح عليكم شغلي. شو رأيكم إنه إحنا يعني بعد ما نخلص، بعد ما تخلص إن شاء الله أو حتى خلال الدورة خلال التدريب، ممكن إحنا نعمل مؤتمر هيك أونلاين، كل شخص معين مثلا، هاي يبدو في حد عندنا إحنا عنده خبرة مثلا بالبلاتفورم اللي بتعمل بروسيسنج لبيج ديتا، ممكن حد عنده خبرة مثلا في موضوع مثلا ألغوريثم معين في الـ AI، حد عنده خبرة في البايثون، ممكن نجتمع مع بعض ونعمل هيك زي مؤتمر أو زي ووركشوب. أنا أعمل بريزنتيشن مثلا، أحمد يعمل بريزنتيشن، محمد يعمل بريزنتيشن، أيمن ممكن يعمل إشي، أمجد ممكن يعمل إشي. أنا طبعا أنا بقرأ الأسماء بشكل عشوائي، أنا مش قاصد حد معين، وهذا بيعزز إيش؟ بيعزز كمان المعرفة تبعتنا والخبرة تبعتنا. والله يعطيك العافية دكتور، هي فكرة رائعة، بس أنا يمكن اللي فترة قاعد بشتغل على البيك داتا وخد في الداتا ساينس وخدت محاضرات وقريت محاضرات من النت، لكن المشكلة الأساسية اللي واجهتني إنه حتى المحاضرين أنفسهم مجرد محاضرين ما عندوش باك جراوند، يعني خبرة في المجال هذا. يعني بتلاقيه هو بيدي المحاضرة نتيجة محاضرات تتعلمها من الانترنت. طب تقول له انت تعاملت مع ريال داتا، يعني انت حللت بيانات لداتا لشركة لمؤسسة مثلا شركة جوال، بقول لك لا انا تعلمت وديتك، حتى في محاضرات في الجامعات والامور زي هيك. فلو انت صحيح الفكرة حلوة، لو يجينا واحد من برا يعني يسوي مداخلة عنده خبرة في هذا المجال واشتغل قبل هيك في تحليل البيانات. شوف يا أحمد، أنا بأكد لك الموضوع جديد، الموضوع زي ما هو جديد عليكم، جديد على الجامعات، جديد على الشركات، جديد على المؤسسات. أنا يعني فيش حد، خلينا نحكي هيك، ممكن نعتبره سوبر داتا ساينتست، كل الآن الناس بتعلمه منيح، لكن البفرق زي ما حكيت وأنا معاك 100%، لازم يكون التعليم project based learning، هذا هو البفرق. يعني تجيش تحكي لي عن الداتا ساينس ساعات وساعات وتعطيني كورسات في الداتا ساينس كورس وصفي، وما تحل ما تكتب ليش شوية كود أو تجيب لي داتا وتعملها manipulation وتعملها processing وتعملها modeling وتورجيني شو اللي بصير. اطلع انت على، خلينا نحكي على السوق. عشان هيك احنا اللي هو الكابستون بروجكت، على فكرة احنا بنفكر انه الكابستون بروجكت يكون ممكن هارفارد او الدوره هاي تعطيكم كابستون بروجكت، ممكن احنا نعطيكم بروجكت يعني ريال داتا مخصصه من الاحصاء. الاحصاء عندهم يعني ما شاء الله يعني هيوج داتا، فممكن انه هذا دكتور مركز الاحصاء الفلسطين هو بده يدينا البيانات، وفي بروجكت بعد ما نخلص الدوره هذا مقترح الكابستون. تمام، ممتاز، تمام. فهي البروجكت بيس داتا هي بصراحه اللي بتعلم، أنا من خبرتي هيك يعني، إذا بدك تتعلم تعلم على إشي ريال ديتا. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. أوكي يا جماعة، ممكن حسام إذا بتحب تعلق وتحب تضيف إشي. شكرا دكتور، يعني كفيت ووفيت. بأكد على اللي حكاه الأستاذ أحمد، أكيد استخدام الداتا هو اللي بيعلمنا، لأن إحنا بدنا إشي يعني نعمل practicing للدورة اللي تعلمناها لكل الكورسات اللي أخذناها، وبالتالي مهم نستخدم داتا. اللي بنأكد عليه إنه كل الداتا اللي موجودة في الجهاز المركزي للإحصاء، وزي ما تفضلت دكتور إحنا عنا يعني كنز من المعلومات في مواضيع مختلفة، كلها راح تكون متاحة
للمتدربين لأغراض التحليل. رائع رائع جدا. بما يضمن القانون، يعني احنا كل البيانات راح تكون متاحة باستثناء البيانات الفردية زي ما هو معروف حسب قانون الأمن. وهي الداتا اكيد راح تكون مفيدة ان شاء الله للمتدربين. وكمان مرة بعد الكابستون في ريال لايف اكزامبل، الداتا اللي موجودة عندنا بالإحصاء بياخذوها الشباب والصبايا وبيعملوا التحليل المطلوب عليها. وبنتمنى التوفيق للجميع، وشكرا دكتور على جهودك وعلى المحاضرة. طيب شكرا لكم يا جماعة، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله أنا زي ما حكيت لكم راح أحط لكم الفيديو، اللينك تبع الفيديو، وكمان أودي لكم السلايدز أساس يعني تقدروا تطلعوا عليهم وتستفيدوا أكثر وتعززوا الأفكار والقضايا اللي حكينا عنها. يعطيك العافية دكتور، معلش على الإطالة معك. شكرا كثير يا دكتور، يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيكم. مع السلامة. ما شاء الله ساعتين ونص ما شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. ماشي مع السلامة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. أستاذ حسام. أستاذ حسام.